الرحيل. أنا سعيدة جدا أن أكون معكم في دبلوم الدراسات الفلسطينية مع أكاديمية دراسات اللاجئين، ونحكي اليوم عن تاريخ فلسطين الحديث ضمن قاعة الأكاديمية الافتراضية. مدة هذه المحاضرة 3 ساعات، راح نعمل بريك بعد ساعة، ناخذ بريك ربع ساعة وثم نستكمل. رحب بالجميع اللي انضموا معنا. خليني أول إشي أعرفكم بنفسي. أنا اسمي روان الضامن، وصانعة محتوى ومستشارة إعلامية ومديرة لمؤسسة اسمها ستريم للاستشارات الإعلامية في عمان بالأردن، ومؤسسة لمبادرة جديدة دولية اسمها سفير فلسطين، راح نحكي عنها شوي. بدرب في السرد القصصي البصري والتفاعلي. إذا الصورة موجودة عند البقية قولوا لي، لأنه عن نتالي راحت الصورة. موجودة؟ تمام. عدلي يا نتالي، اطلعي وادخلي، بترجع الصورة بتدخل. مدربة في السرد القصصي البصري والتفاعلي، هذا حقل من حقول الإعلام، وصانعة محتوى أصلا، يعني بعمل على محتويات إما صحافة مكتوبة، إذاعة، تلفزيون، وثائقيات. عملت وثائقيات عن فلسطين، وأشرفت على مخرجين ومنتجين على امتداد العالم العربي والعالم، عرب موجودين بالعالم يعملوا كمان محتويات عن فلسطين وعن القضايا العربية. ضمن ما اشتغلت في شبكة الجزيرة الإعلامية 10 سنين في قطر من 2006 ل 2016، وأنا عضو بمجلس إدارة أريج، هي شبكة إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية بنشتغل على التحقيقات، وعضو مجلس إدارة منتدى فلسطين الدولي للاتصال والإعلام، نعمل كتير نشاطات إعلامية لفلسطين، وعضو شبكة السياسات الفلسطينية ولجنة تحكيم جائزة الإبداع الإعلامي من أجل فلسطين. درست البكالوريوس في جامعة بير زيت في فلسطين، عملت إعلام علم اجتماع، تخرجت 2001، وعملت ماجستير في الدوكيومنتريز في جامعة ليدز ببريطانيا بال 2003. خلينا نحكي شوي إيش رح نعمل بالمحاضرتين هدول الأسبوعين. الأسبوع الأول اللي هو هذا بدنا نحكي عن فترة 1799، ورح نيجي ليش 1799 ونوقف عند 1925، ولذلك أيضا سبب مهم لأنها هي مفصل أساسي في تاريخنا 1925. والأسبوع القادم في مثل هذا الموعد نفس الإشي يوم السبت راح نكمل نحكي عن 1925 لا تفاصيل النكبة وما بعد النكبة اللي هي مستمرة لحد اليوم. بعد هاي المحاضرة أنا بنصح إنه نراجع هذه المحاضرة ونحضر شغلتين. نحضر إشي اسمه التصريحات البلفورية 7 دقائق، راح يبعتكم إياها الأخ سامر أنيميشن، وفي ملف كمان مكتوب تقريبا 10 صفحات راح نبعتكم إياه مكتوب. ما في داعي تكتب الأشياء اللي نحكيها في المحاضرة، أهم إشي تركزوا معاي وتسألوني الأسئلة اللي ببالكم، أما الأوراق كلها راح توصلكم. في ملف كامل اسمه التصريحات البلفورية زائد فيلم أنيميشن 7 دقائق زائد في سلسلة اسمها النكبة، عملتها عن قصة فلسطين تبدأ برضو بال 1799، هي 4 ساعات. المفروض انه من هلأ للأسبوع القادم نحضر الجزء الأول منها، يعني نحضر ساعة. فبعد هاي المحاضرة نراجع المحاضرة هاي، نحضر 7 دقائق، نقرأ الملف تبع 10 صفحات، ونحضر النكبة الجزء الأول. تمام؟ بنرحب بمحمد ومرح اللي انضموا لنا، وجهينة بتطلب من الشباب الأكاديمية يبعتوا لها المحاضرة الأولى تمام مرة كمان، وإحنا رح نبعث لكم هاي المحاضرة نفسها والمواد اللي معها. جزء من هاي المحاضرة رح يكون بالامتحانات تبعتكم بالأكاديمية، وتفاصيل كل هاي الامتحانات شباب الأكاديمية بوفروا لكم إياها في الوقت المناسب. هلا نحكي شوي عن مبادرة سفير فلسطين، وإحنا منرحب ومنشكر فريق الأكاديمية إنه بيستقبل كمان ضيوف على هذه المحاضرة من اللي سجلوا بمبادرة سفير فلسطين الجديدة. الفكرة اللي ما بعرف عنها يفوت بعد ما نخلص المحاضرة على موقع المبادرة palambassador.org، مش هلأ، بعد ما نخلص محاضرتنا منفوت على palambassador.org. فكرة هذه المنصة هي منصة تعلم عن بعد برضو عن فلسطين، بتفوت عليها وفي منتدى نقاش، وبتقدر تسجل وتدرس على مدى 9 أشهر وتقدم امتحانات. فاللي بيكونوا بدرسوا هلأ بالأكاديمية أو درسوا وخلصوا بالأكاديمية رح يكون عندهم، بتقدروا تسجلوا طبعاً بالمبادرة، بتقدروا تسجلوا بالمبادرة من هلأ لمنتصف شهر 12. تمام؟ بعد منتصف شهر 12 بيكون انتهى التسجيل. فالفكرة اللي درس مع الأكاديمية سابقاً
بيكون هذا الإشي عليه أسهل، لأنه في عنده أوريدي الخلفية، واللي عم بدرس هلأ عنده وقت يجمع بين الإشيين، أنا بشجعه جداً، لكن بده يكون عنده وقت مناسب مع العمل تبعه ومع الدراسة. شريك أساسي في المبادرة هي أكاديمية دراسات اللاجئين، وإحنا مستفيدين من أكثر من 10 سنوات من الأكاديمية، درست أكثر من 1000 طالب في دبلوم دراسات اللاجئين لحاله، تمام؟ وبتقدروا تسجلوا من هلأ وتفوتوا وتدرسوا في الوحدة الأولى، وبتكون بالتوازي معها، وتقولوا كمان لزملائكم وأصدقائكم المهتمين. فكرة سفير فلسطين إنه في النهاية بيكون في امتحان كتابي وشفهي، وللشباب في الأعمار من 16 ل 26 ل 30 رح يكون في مخيم صيفي لمهارات كيف تقدم قصة فلسطين، ففي دعم خاص للشباب بهذا الموضوع. تمام، خلينا نقول مين الشخص الظاهر أمامنا هون على الشاشة، مين هذا الشخص؟ وعليكم السلام يا علي وأسماء، كل شيء موجود تقدروا تحضروه. بلفور بالضبط، كلنا عارفينه. بلفور هذا له أهمية كبيرة في قصتنا، صح؟ كثير من كتب التاريخ بتبدأ من عند آرثر بلفور، لما كان بال 1917 وزير خارجية بريطانيا، هو في مرحلة من المراحل كان رئيس وزراء بريطانيا، بس في 1917 كان رئيس، كان وزير الخارجية أيام الحرب العالمية الأولى آرثر بلفور. كثير من كتب التاريخ اللي بتحكي عن فلسطين بتبدأ من عنده، وبتبدأ القصة من 1917 ومن إشي اسمه تصريح بلفور. نناقش بعدين أنه اسمه مش وعد بلفور، هذا خطأ يعني مشائع، وإنما الصحيح تصريح بلفور. لكن الحقيقة أنه ما ممكن كان آرثر بلفور يطلع كوزير خارجية بريطاني باسم الكابينت الكامل، يعني باسم كل الوزراء البريطانيين ورئيس الوزراء البريطاني، ورقة اسمها تصريح بلفور، رح ناقشها تفصيلاً خلال هاي المحاضرة، إلا يكون في مقدمة سابقة لذلك، مقدمة طويلة. تمام؟ غفران حاولي تطلعي من هذا وترجعي، لأنه الشباب سامعين الصوت، حاولي إنك تطلعي من المنصة وترجعي عشان تشوفيها. فعشان هيك البداية السياسية الحقيقية للاستعمار الإحلالي لفلسطين بدأ بال 1799 ومن نابليون بونابرت اللي انتم شايفينه على الشاشة. هل نابليون هو أول واحد فكر بالقصة؟ أبداً، مش هو أول واحد فكر بالقصة. طبعاً تقدروا تحضروا أي وقت، أي وقت تقدروا تحضروا الأشياء. بلفور ما حدد حدود الوطن المزعوم للاحتلال. أوكي، هلأ ليش بدنا ندخل من عند بلفور لعند أوسلو؟ لا، لحد هلأ الكيان الصهيوني اللي هو معترف فيه دولياً كدولة إسرائيل ما عنده حدود لليوم. نفس إسرائيل مش معترفة بحدودها، أوكي؟ بس هذا يا محمد مش نقاشنا حالياً أبداً. رح نفتح مجال لهذا النوع من الأسئلة بعدين، تمام؟ هلأ خلينا بالقصة تبعتنا. هم ما عندهم بالضبط، أردوغان في الخطاب الأخير تبعه حكى في موضوع الحدود، هم في الدستور تبعهم ما في حدود. هلأ بلفور قعدوا هم يعني يضحكوا على الفلسطينيين، وقالوا لهم إنه ما حددنا الحدود، بس هم بينهم من حالهم كانوا فاهمين بالضبط إيش بدهم، بدهم فلسطين التاريخية كاملة، تمام؟ هاي المعك إحنا لما تدرسوا بالدبلوم أكاديمية دراسات لاجئين رح نلتقي مرتين إن شاء الله، هذا الأسبوع والأسبوع القادم، وإن شاء الله في الفصل الدراسي القادم بإذن الله تعالى كمان رح أكون معكم بمحاضرتين، بس مش عن تاريخ فلسطين، عن الإعلام، تمام؟ هلأ إحنا خلينا في تاريخ فلسطين تبعنا. ليش إحنا بنبدأ من عند نابليون؟ السبب إنه هو أول سياسي بهذا المستوى، بمستوى إمبراطور يعني، بمستوى رئيس دولة، يدعو يهود العالم الصهاينة للقدوم إلى فلسطين في ظل حملته على الشرق ووقوفه عاجزاً أمام اقتحام أسوار عكا. عم نحكي عن 1799، دعاهم بشكل رسمي، وجه لهم دعوة إنه تعالوا كونوا مستعمرين في فلسطين، تمام؟ فالفكرة هي إنه بهذا المستوى، بهذا الوضع، نابليون بونابرت كان هو البداية، فرنسا كانت هي البداية، لكن لم تقطف فرنسا ثمار ذلك لاحقا، وإنما بريطانيا هي اللي انتبهت
لهذا الإشي سياسياً وقطفت ثمار إنها تكون فعلاً من يساعد الصهاينة ومن يجعلهم في النهاية إنهم ما يستوطنوا في فلسطين سياسياً وعسكرياً بعد بلفور، تصريح بلفور 1917. تمام؟ يعني سياسياً 1799، عسكرياً 1917. تمام؟ هذا 1799 وليس 1791. بعض الزملاء يطالبون إنه اللي بكتب تعليق، لأني أنا دغري بجاوب عليه، يكون تحت محطوط to all panelists، لكل المشاركين، عشان الكل يشوف شو عم بصير بالتفاعل معنا. تمام، خلينا نتفق على شوية مصطلحات. شايفين أنتوا الشاشة، كتير ناس بيقولوا إنه قضية فلسطين هي قضية احتلال. هذا غير صحيح، هي ليست قضية احتلال، في كتير محلات فيها قضايا احتلال، هي مش احتلال. الاحتلال بيجي وبروح، الاحتلال بيجي بيحتل المنطقة وبعدين بيروح. اليهود أو إحنا مشكلتنا مع اليهود، هذا غير صحيح. إحنا ما عندنا مشكلة مع اليهود كيهود ولا مع الديانة اليهودية نهائياً. بالعكس، في يهود معانا ضد الصهاينة. تمام؟ إحنا مشكلتنا الأساسية مع الصهيونية، راح نعالج تفصيلاً شو هي الصهيونية لاحقاً. تمام؟ أو يقولوا إحنا قضيتنا بدت مع النكبة، مع الـ 48. هذا مش صحيح. مش بس يا محمود يهود جماعة كارتر، في كتير يهود معانا ضد الصهيونية غير المتدينين. يهود بأمريكا بيرفعوا شعارات بيقولوا not in my name. تمام؟ في يعني يهود مثقفين ويهود علمانيين ما لهوش علاقة بالهذا، ضد الصهيونية. هلأ النكبة إنه منقول إحنا بدأت قصتنا كلها سنة 48، مش صحيح. النكبة لم تبدأ عام 48 ولم تنتهي عام 48. وبعدين مصطلح النكبة إشكالي، لأنه ممكن تكون نكبة طبيعية، ممكن يصير زلزال أو بركان اسمه النكبة. وبعدين النكبة ما فيها فاعل، مين الشخص اللي نكبنا؟ النكبة كمصطلح في إشكالي. عشان هيك ما حصل في فلسطين هو تطهير عرقي. ماذا يعني التطهير العرقي؟ الإثنيك كلينزينج. تمام؟ الإثنيك كلينزينج أو التطهير العرقي هو طرد السكان من الأرض اللي هم فيها، وإزاء وهدم بيوتهم وإزالة المناطق اللي كانوا فيها ومنعهم من العودة. في ثلاث شروط للتطهير العرقي، والتطهير العرقي مثلا جرى في البوسنة والهرسك. تمام؟ مش بس في عنا. يعني التطهير العرقي هو فكرة إنه شو راح يصير بعدين نسأل عن سفير فلسطين. بالضبط، الهنود الحمر في أمريكا تطهير عرقي عملوا لهم عن طريق كمان إنهم حطوا لهم جراثيم. استخدموا المستعمرين الأوروبيين في لما راحوا على أمريكا وسائل يعني مجرمة في التطهير العرقي. في كتير محلات هلأ في فلسطين، بقصتنا إحنا على وجه التحديد. تطهير عرقي إيش يعني؟ طرد الفلسطينيين. كان في، قلتوا لي في حدا من البصة، أهل البصة كانوا موجودين، شو عملوا فيهم؟ عملوا مجزرة في البصة، طهروا الناس عرقيا، طردوهم من البصة، هدموا كل البصة، مش ضايل غير الكنيسة والجامع في البصة، وبعدين منعوا هدول السكان إنهم يرجعوا. هذا استمرار للتطهير العرقي. طيب هل إحنا عندنا استيطان؟ نعم إحنا عندنا استيطان، بس استيطان من نوع خاص، استيطان استعماري إحلالي. شو الفكرة المهمة اللي نفهمها؟ المستعمرين الصهاينة يجوا وبدهم يحلوا محل طهروهم عرقيا. يعني مش بس تطهير عرقي، لا كمان وجود إحلالي مكان اللي السكان الأصليين اللي كانوا موجودين. فبالتالي الصهيونية الاستيطانية الاستعمارية هاي مستمرة. يعني بمعنى في صهاينة برا في العالم ما عمرهم راح يجوا على فلسطين، بس هم مؤمنين بالصهيونية الاستعمارية، بس مش ناويين هم بناء بذاتهم يجوا، هم داعمين للحركة الصهيونية. وفي نفس الوقت في صهيونية استيطانية إحلالية بدأت بشكل تسللي، وبعدين شو صارت؟ استيطانية عسكرية. أهلا وسهلا بكم جميع المنضمين الجدد، وليهمكم على التأخير سجا وعزيز ومحمد. إحنا عم نعالج بعض المصطلحات اللي بدنا نغيرها تغيير كامل، لأنه في عنا أشياء شائعة. تمام؟ الصهيونية هي فكرة بدأت في رحم الأفكار المسيحية البروتستانتية الدينية. تمام؟ بدأت كأفكار
أفكار دينية تؤمن بإيش؟ بأن عودة المسيح مشروطة باستيطان اليهود في فلسطين، لكن تطورت مع الزمن وأصبحت عقيدة سياسية. إلها نوعين واضحين، نوع هو استيطاني توطيني استعماري. شو يعني؟ يعني بدهم يجيبوا مستعمرين ويحطوهم بهذا المكان بس بدون ما هم شخصيا يجوا، اللي هم الصهاينة اللي عايشين في أوروبا والصهاينة اللي عايشين في أمريكا واللي بدعموا الحركة الصهيونية وبدعموا كل إيش الصهاينة الموجودين في فلسطين. وفي نوع تاني من هاي الصهيونية، وهو صهيونية استيطانية إحلالية، بمعنى إنه بدهم يحلوا محل السكان الأصليين عبر إيش؟ عبر تطهيرهم عرقيا. فعملوا كتير ادعاءات وأكاذيب، إسلام بيقولنا قالوا فلسطين جرداء، وهذا رح نشوفه في النكبة الجزء الأول اللي رح تحضروه كواجب بعد المحاضرة. كل الأكاذيب اللي عملوها هي من أجل الهدف النهائي، والهدف هو تطهير عرقي لهدول السكان واستيطان استعماري إحلالي. زي ما قلنا في البداية بدأ تسللي، بدأ زي السارق اللص اللي بيجي شوي شوي بهدوء، ولكن بعد 1917 تحول إلى عسكري. والتطهير العرقي بدأ مبكراً جداً، من 1909 و 1911 بدأ التطهير العرقي، مش بال 48، رح نشوف هذا الكلام، لكن في 48 كان تطهير عرقي واسع وكبير، شمل مئات الآلاف، ما لا يقل تقريباً عن 1,000,000 فلسطيني طهروا عرقياً، والتطهير العرقي مستمر لليوم، بمعنى أنه كل اللي عم بصير في كل فلسطين التاريخية بالداخل وبقطاع غزة وبالقدس وبالضفة الغربية كله تطهير عرقي مستمر بطيء على محدود أكثر، ولكن مستمر باستمرار، هدفه تطهير الفلسطينيين عرقيا. كيف يمكن عزل الدين عن المشروع الصهيوني؟ طلع لا يمكن عزل الدين عن المشروع الصهيوني، ولكن إن نقول إن الصهيونية هي فكرة دينية، لا، الصهيونية نشأت في رحم أفكار مسيحية بروتستانتية دينية، وليس في حضن الأفكار اليهودية لعلمكم، تمام؟ بمعنى أن الصهيونية المسيحية هي التي خلقت الصهيونية اليهودية. وفي كتير مشاكل على مصطلح مستعمر، تمام؟ إن مستعمر معناته عمار وإلى آخره، وهذا نقاش طويل عريض. بس لحد هلأ ما لقينا كلمة تانية تعبر على colonization. بالإنجليزي اللي بنحكي عنه اسمه settler colonization، وترجمة هذا في المعاجم العربية هو الاستعمار، تمام؟ ولكن أنتوا فاهمين إنه المصطلح فيه إشكالية. نعم، فيه طبعاً تأثر بالبروتستانتية باليهودية، بس السياسة التي نشأت في رحم الأفكار المسيحية البروتستانتية الدينية هي التي أدت إلى الصهيونية اليهودية كما نعرفها اليوم، تمام؟ وهيك بده يكون دائماً مرتبط الصهيونية اليهودية وليست اليهود وحدها، تمام؟ تفهم مين هذا الشخص؟ هذا محمد علي. لما مش نابليون إجا وانهزم بحملة نابليون على مصر وعلى الشرق، انتبهت بريطانيا إلى أهمية جغرافيا المكان، بمعنى إنه إحنا هلأ حكينا عن رحم الأفكار الدينية والسياسة، لكن مهم جدا جدا موقع فلسطين الجغرافي، لأنه بدون موقع فلسطين الجغرافي ما كان اختاروا هذا الموقع على وجه التحديد، فهم وظفوا الدين من أجل الموقع الجغرافي. موقع الجغرافي كان كتير مهم، ليش؟ لأنه بال 1840 صانع النهضة المصرية الحديثة محمد علي اللي عمل كتير كل النظم والأشياء، وحد بين منطقتين، منطقة سوريا ومنطقة مصر وما بينهما. فبريطانيا، مش إنه هذا كلام يعني تحليل منا، لا لا لا، وزارة الخارجية البريطانية بمراسلات رسمية كتبوا إنه يعني هاي المنطقة ما بس تتوحد، هاي مصر وسوريا مش لازم تتوحد. كيف هاي المنطقة اللي هي من البحرين للمغرب تعتبر حالها واحدة، تحكي لغة واحدة، عندها ثقافة إسلامية، حتى المسيحيين فيها هم مندمجين في الثقافة الإسلامية العربية؟ ما بنفع هذا الكلام. توحيد مصر وسوريا هذا شكل خطر كبير. أكيد نابليون جاب معه مهندسين وخرائط إلى آخره، فبس بريطانيا كان عندها حملات من الاستكشاف للمنطقة تبعتنا، ترسم الخرائط تبعتها وتستكشف الناس. وبالتالي في 1841 في عنا هاي المنطقة اللي وحدها محمد علي، اللي هي مصر وسوريا، شايفينها أنتم بالضبط. إسلام شو بيقولنا؟
بيقولنا كان يجب وضع حاجز بشري يمنع أي نوع من التوحد بين المشرق العربي والمغرب العربي، بين هاي المنطقة اللي بتعتبر حالها وحدة، في عندها ثقافة وإرث، ولو تحكي مثلاً بيت شعر للمتنبي: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد، من قطر لموريتانيا راح يكون عندهم نفس التفاعل مع هذا البيت الشعري ونفس الأثر تبعه، تمام؟ فبالتالي هذه المنطقة كان لازم نحط فيها حاجز بشر. هنا كتب الشخص اللي الأشقر هذا اللي هو تشارلز هنري تشرشل، شايفينه؟ هو كان سفير بريطانيا في دمشق. كتب لاموسس حييم اللي هو لابس طاقية، اللي هو رئيس الرئيس الجاهلية اليهودية في بريطانيا. كتب له رسالة من 40 صفحة بال1841. كتب له فيها خطة كاملة، يعني وزارة الخارجية البريطانية اللي هو وزير الخارجية البريطانية هو اللي قال له تشارلز هنري تشرشل اللي كتب الرسالة لموسس حييم، يشرح له بالتفصيل كيف يعملوا مستوطنات يقنعوا يهود بريطانيا بالسفر إلى فلسطين وتأسيس مستوطنات في فلسطين. عندنا هذا إثبات سياسي برسالة رسمية، هذه مش رسالة بين أصحاب ولا رسالة بين أفراد عاديين، هي رسالة بين السفير اللي بأخذ أوامر من وزير الخارجية لا المسؤول، إنه يقول له لازم كيف الخطة كاملة، كيف بدنا نبني المستوطنات في داخل فلسطين، وكيف بدنا نجيب يهود بريطانيا ويهود أوروبا على المنطقة. ولكن المشروع هذا مش كتير نجح، يعني لعند 1860 ظلت المستوطنات هاي شبه فارغة، ما صار في حركة عليها كما يجب. ليش؟ لأنه يهود بريطانيا كانوا في وضع جيد ومستقرين مالياً، وفي يعني الأغنياء فيهم كثر، فما كانش في إقبال على فكرة السفر إلى فلسطين. واقتنعت وزارة الخارجية آنذاك إنه الوقت مش ناضج، مش اقتنعوا إنه المشروع فاشل، بس اقتنعوا إنه الوقت مش ناضج لهذا الكلام. هل معناه بس في بريطانيا كانوا؟ لا، كان في صهاينة مسيحيين من فرنسا، من ألمانيا، من روسيا، من أمريكا، يجوا على فلسطين ويحاولوا يأسسوا مستوطنات صغيرة. إحنا عم نحكي عن 1860-1870، هاي الفترة. ولكن الفكرة هي كيف كان شكل فلسطين في هذه الفترة؟ يعني هاي فلسطين اللي جايين هم يعملوا مستوطنات فيها، ما كانش في تصوير فوتوغرافي في هذه الفترة عشان نفهم الصور زي هلأ، بس في رسومات كانوا يرسموها الرحالة. فهذه مثلا رسمة للرحالة ل 1842 بالقدس، تمام؟ هيك كان شكل فلسطين، لأنه مهم بصريا جدا إن إحنا نفهم شو هو المكان اللي كان فيه هذا التفكير. ومثلا يافا 1877 بدايات الصور الفوتوغرافية، تمام؟ صحيح يا إسلام. بال 1840 اللورد هذا اللي هو كان له علاقة مع وزارة الخارجية البريطانية لعلمك، هو اللي بدأ يقول إنه هدول أرض ما فيها ناس وشعب بلا أرض إلى آخره، بس ما كانش من بنات أفكاره، هذا اللي بدنا نفهمه، وإنما كان من وزارة الخارجية البريطانية. طلعوا كيف يافا، اللي إذا بتتذكروا صور يافا هلأ في الوقت الحاضر، هاي المنازل ما زالت موجودة. شايفين 1877 يعني كانت مدن حقيقية، يعني مدن في نفس الفترة. انتوا بتحكوا على السؤال غير مفهوم، من الذين حرضوا العثمانيين على الباب العالي؟ انسوا هلأ هذا الموضوع، انسوا ركزوا بإحنا الواقع اللي إحنا فيه. هذا هو، مش هو هداك كانوا يقولوا إنه بدهم يجيبوا مستوطنات على هاي المنطقة. طيب كيف كان شكل هاي المنطقة؟ هذا شكل المنطقة، هاي شكل منطقة مدن حقيقية، تمام؟ مدن حقيقية بس طهروها عرقيا. طيب بدايات المستوطنات تحت إكفا مثلا 1878 بداياتها، في ادعاء في هذيك الفترة كان إنه هاي أرض فيها ملاريا وأرض قاحلة، تمام؟ وبدايات المستوطنات الصهيونية بفلسطين، هاي
شكل تصوير فوتوغرافي حقيقي لشكل المستوطنات آنذاك. سعيد بدك تكتب لنا؟ لا، إذا مهم على الخاص، مش على الخاص، هو قدام الكل يا سعيد. إذا السؤال له علاقة بالموضوع لازم نجاوبه. عشان إيش؟ عشان الناس تفهم. التعلم الأونلاين لا يحدث بمحاضرة باتجاه واحد، ولكن إذا السؤال ما له علاقة بموضوعنا مباشرة أجله لعما نفتح مجال للأسئلة، تمام؟ عشان ما يتشتتوا الناس. حاولوا إنه تخلوا المشاركات ظاهرة للناس علشان لما أرد عليها ما أضطر أقرأ السؤال تاني مرة، بس رح أحاول أقرأ السؤال. ما تكتبوا ولا إشي شباب، بيسألوني هل نكتب ملاحظاتنا ونسجل؟ هلا ما تسجلوا ولا إشي، ركزوا معاي. وبعدين هاي المحاضرة كلها بتقدروا تسمعوها من أول وجديد، إضافة للملف الكامل الورقي زائد الملف السمعي البصري اللي راح تحضره. ماشي يا خديجة؟ عشان ما تشتت انتباهنا، السؤال اللي له علاقة مباشرة بالموضوع راح أقرأ السؤال وأجاوب السؤال، والسؤال اللي ما له علاقة ما راح أقرأه، بس مش معناه ما شفته، من أجله لإمتى؟ لعما نعمل مجال للأسئلة. اتفقنا؟ هلأ إحنا في 1878، مين هدول؟ يقولوا لي مين هدول؟ يلا هلا يا خديجة، في حدا بيقول لي العرب، في حدا بيقول لي اليهود، في حدا بيقول مستوطنين، في حدا بيقول بيت لحم، فلسطينيين، مهجرين ولا مهاجرين؟ شو بدنا نقول عنهم هدول؟ هدول بدايات أول هجرة صهيونية منظمة، تمام؟ الـ1882، من الـ1840 وهي بريطانيا بدأت تجيب ناس، وشوي شوي يجوا ناس، ويجوا ناس من كل أوروبا وحتى من أمريكا. ولكن مش أول اليهود اللي سكنوا فلسطين، كان في يهود فلسطينيين بفلسطين قبل كل هذا الكلام، يقدر عددهم بـ3%. في أفكار لاستعمار استيطاني صهيوني 1840 و1860 و1870، ولكن بالـ1882 أول هجرة صهيونية منظمة، بمعنى إنه أول ناس إجوا الحركة الصهيونية جابتهم بنفسها، كانوا من اليمن، كانوا من شرق أوروبا، يعني مش هم أصحاب الفكر الصهيوني، مش هدول يهود اليمن هم جايين بفكر صهيوني، لا لا، الحركة الصهيونية فكرت نبتها تجيب الخزان البشري، وهدول الأوروبيين ما عم بيجوا على فلسطين. فشو الحل؟ الحل إنهم يجيبوا هم ناس يروحوا يشوفوا تجمعات يهودية موجودة، يقنعوهم إنه هون أرض العسل واللبن، وهون إنتوا إلكم علاقة تاريخية قديمة فيها وتعالوا. فبالتالي أخذوهم من أماكنهم إلى فلسطين. والتاريخ الدقيق لأول هجرة صهيونية منظمة هو 1882، وطبعاً كان منهم يهود عرب وكانوا يحكوا عربي، يهود اليمن كانوا يحكوا عربي، يهود العراق، وبعدين يهود مصر، وبعدين يهود المغرب إلى آخره. بعدين جابوهم بالخمسينات بعد فترة طويلة جداً، وبالتالي جابوا من شرق أوروبا لأنه كانوا بحاجة وكان في اضطهاد، جابوا من روسيا، كان في اضطهاد لليهود في روسيا، كان في لاسامية يعني قوية في روسيا في ذلك الوقت، كان في اضطهاد، كان جابوا يهود من اليمن، تمام؟ وكانوا يلبسوا هذا. وحتى اليهود اللي يجوا بعد مجازر القيصر شوي شوي تعلموا عربي وصاروا يحكوا عربي وصاروا يروحوا يزوروا العرب وصاروا ساكنين مع الفلسطينيين الموجودين. بيسموها الحركة الصهيونية العلياء، أول علياء، أول هجرة صهيونية منظمة. الفلسطينيين والعرب كانوا هم الأغلبية العامة، وكان في ناس يجوا من كل محل، كان في الأرمن والشيشان والشركس يجوا على فلسطين، فما حد انتبه إنه في مجموعات صغيرة من اليهود الصهاينة جاية تهاجر على فلسطين وتأسس أماكن لإلها وتقعد وتستقر ويتزاوروا وكل شيء ويشتغلوا مع بعض، يعني يشتغلوا عند بعض، ما كانش في مشكلة، ما تنبه حدا من الفلسطينيين إنه في أي مشكلة وقتها. مين اللي كان عنده الفكر هذا؟ وزارات الخارجية والسفراء والقناصل الأوروبيين، واللي كانوا فاهمين إنه في حركة صهيونية منظمة. أما حدا من الفلسطينيين عارف ولا العرب؟ أبدا، ولا حدا عارف، ولا في وثائق ولا في إشي مكشوفة. يعني الصهيونية ككلمة ظهرت بالـ1890، يعني بعد هاي المرحلة. شايفين إحنا منقول 1882 أول هجرة صهيونية منظمة، بس كلمة زاينزم ما كانتش موجودة وقتها،
ظهرت هاي الكلمة الصهيونية 1890. زايون إيش هو زايون؟ زايون صهيون هو جبل في القدس، فسموا حالهم زايونيزم. تمام؟ ولا أساس العرب كانوا عارفين هذاك الوقت، لأنه أصلا كانوا كلهم تحت إيش؟ الحكم العثماني، وكان وقتها الرجل المريض، الدولة العثمانية كانت في وضع سيء، وكانوا ياخذوا العرب كمان يعني في كتير إشكاليات، كان في فقر، كان في مجاعة وإلى آخره. 1890 ظهرت هاي الكلمة اللي هي زاينزم. لحد هلا الصهاينة شو بيقولوا لك؟ I am a proud Zionist، إنه أنا صهيوني، فخور بإني أنا صهيوني. المصطلح هذا حتى الفلسطينيين والعرب والمناصرين لفلسطين مش مستوعبينه. إيش يعني الصهيونية؟ الصهيونية حاليا هي عقيدة، لكن لما بدأت بال 1890 ككلمة، بدأت ككلمة عادية، تمام؟ ولكن هلأ تحولت إلى عقيدة استعمارية إحلالية استيطانية واضحة المعالم. ما بيقدر حدا يقول أنا زاينست بس أنا بدعم الحق الفلسطيني، ما بينفعش. يعني أنت زاينست، أنت ضد، أنت مع التطهير العرقي، وأنت مع إنك أنت تخلي فلسطين من كل الفلسطينيين وتاخذ الأرض الفلسطينية. نعم، تحولت لعقيدة بالضبط. أكثر مثال لهاي العقيدة، عشان في كتير من الكتب، وأنا بنصحكم إذا أنتم مهتمين تفهموا الصهيونية جيدا، تقرأوا موسوعة الراحل المسيري اللي قضى أكثر من 25 سنة يشتغل على هذا الموضوع. بس باختصار هو شو بيقول؟ بيقول العقيدة الصهيونية هي مثل الحرباي، مشان هيك صعب إن إحنا نفهمها وصعب نتعامل معها، لأنها هي مش، تعرفوا كيف الحزب بيكون الحزب عنده أفكار وخلص متشبث بهاي الأفكار وما بيغيرها، فسهل إن نتفاهم، نقول أوكي هذا الحزب بيفكر بهاي الطريقة، إذا لازم نتفاهم معه بهاي الطريقة. طب الصهيونية هي مثل الحرباي، بتلون حالها حسب الظرف. هلأ بتقول أنا هيك 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 رأيي، في الظروف تغيرت بتغير رأيها، وهذا على تاريخ الصهيونية كلياته ببين من 1890 لليوم. وهذا التشبيه هو تشبيه الراحل المسيري، دكتور عبد الوهاب المسيري، تمام، اللي عمل موسوعه اليهود والصهاينه والصهيونيه، مثلهم بعد كل الدراسه انهم مثل الحرباي، بتلون حالها، بتغير جلدها حسب الظرف تبعها. بال 1890 بنفس السنه اللي ظهرت فيها كلمه الصهيونيه، في شخص جديد اسمه ويليام بلاكستون. مين هذا الشخص؟ قولوا لي. ظهر شخص مهم لازم نعرف عنه. ليش؟ لأنه مش بأوروبا كلها. وين ظهر هذا الشخص؟ قولوا لي، يعني بنقدر نعمل تحذير. بأمريكا، صح يا عزيز؟ بأمريكا. شو بيعمل بأمريكا؟ كتب كتاب اسمه المسيح قادم. هو شخصيا، هو وبنته اجوا على فلسطين، تمام؟ وزار فلسطين. وشو قال؟ قال إنه بدي أعمل أنا مؤتمر. هذا المؤتمر عمله بال 1891، سماه ماضي وحاضر ومستقبل إسرائيل بال 1890، وهي الكلمة طلعت، تمام؟ إنه ماضي وحاضر ومستقبل إسرائيل، انعقد بشيكاغو 1890. دعا هذا المؤتمر لتمكين الإسرائيليين من فلسطين. طبعاً الصهيونية مش بس مربوطة مع المسيحية، هي المسيحية الصهيونية خلقت الصهيونية اليهودية، تمام؟ علي بيقول إنه هو عنده كل المعلومات. علي، هذا الموضوع ناقشه مع فريق الأكاديمية، إيش لازم تحضر وإيش مش لازم تحضر، لأنه عندهم هم كيف الحضور، نسب الحضور، تمام؟ والفكرة هي إنه الحضور مهم للتفاعل مع الزملاء التانيين، مش بس للمعلومة نفسها ولطريقة عرض المعلومة. بلاكستون سلم عريضة فيها تواقيع أكثر من 400 من قيادات المسيحيين الصهيونيين وبعض اليهود للرئيس الأمريكي وقتها هاريستون، بنجامين هاريستون، وقال له فيها في العريضة: الآن يجب أن تعود فلسطين لليهود، بمعنى وكأنه فلسطين هي مأخوذة من اليهود ولازم ترجع له. بس في هذاك الوقت أمريكا نفسها ما طلعت إشي اسمه التصريح البلفوري الأمريكي مثلاً، تمام؟ يعني هم بيحاولوا يوصلوا للرئيس الأمريكي وبيحاولوا يضغطوا عليه عشان يكون هو مناصر للصهيونية. هذا الكلام كله 5 سنين قبل ما ثيودور هيرتزل ينشر كتابه اللي هو دولة اليهود،
تمام؟ يعني دائما في كثير مرات تفكروا انه مو ثيودور هيرتزل هو اللي اسس الصهيونيه، لا مش صحيح، هو اجى كمل اللي بدول الاخرين قبله. في واحد مهم ومش مذكور كثير في كتب التاريخ اللي هو ويليام هيتشلر. ويليام هيتشلر التقى مع بال 1894 التقى مع ثيودور هيرتزل. ويليام هيتشلر شو جنسيته؟ قولوا لي. ألماني. بالضبط يا سعيد، ألماني. وكان هو عايش بفيينا بسويسرا، بس هو ألماني. ودعا ثيودور هيرتزل لبيته وفرجاه بالبيت، عزمه على العشاء وفرجاه بالبيت مجسم الهيكل وقال له إحنا رح نساعدكم إنكم أنتوا تهدوا القبة الصخرة وتحطوا محلها الهيكل، إحنا رح نساعدكم بالموضوع هذا وإحنا مجهزين لكم كل شيء، بس تعالوا عنا. بمعنى إنه الأرضية كانت متاحة لصحفي اللي هو هيرتزل إنه يجي، وحتى ويليام هيرتزل هو اللي ربطه أول مرة مع الإمبراطور الألماني. في سؤال من محمود بيقول أنا مستغرب حالة الزواج بين المسيحية البروتستانتية واليهودية في ظل الرواية المسيحية التاريخية أن اليهود هم اللي قتلوا المسيح. صحيح، مش بس هيك يا محمود، الفكرة هي أنه المسيحية البروتستانتية في عندها في داخلها لا سامية تجاه اليهود، يعني هي تكره اليهود لأنهم يهود، فيها مشكلة. وبتقول إنه لما يتجمعوا كل اليهود في فلسطين سيعود المسيح وسيقتل اليهود. في جزء من الرواية إنه سيموت اليهود أو يصبحوا مسيحيين، ففي إشكالية عميقة في الرواية. بس كل هاي الروايات استغلوها السياسيين لأهداف سياسية وليس لأهداف دينية. في النهاية مش الأسباب الدينية هي اللي بتحرك السياسي، بس بيكون عنده الخميرة، بتكون عنده الخلفية منشان يستغل هاي الأشياء أو يقنع نفسه فيها، تمام؟ وبتيجي الألفية السعيدة. وبالتالي استخدمت القوى الاستعمارية كلياتها الدولية الصهيونية لأغراض سياسية إلها مفيدة لكل الاستعمار، والصهيونية صارت أداة، أصبحت أداة. بالضبط زي ما بيقول عبد الله، أصبحت أداة. مش عارفة يا جبر إذا هو اتفاق مصالح مرحلي، بس هو يعني مفيد كان لكل الاستعمار آنذاك. وبالتالي التقى هيرتزل مع قيصر ألمانيا لاحقا. نحكي شوي يمكن عن هذا الإشي، بس المهم بالموضوع إنه صار في مؤتمر بازل اللي أنتوا حافظينه، اللي هو المؤتمر الصهيوني الأول، واللي صار بال 1897. وصار عدة مؤتمرات بعدها، يعني سنويا أو شبه سنويا. طيب شكل القدس أنا ذاك كيف كانت؟ هي القدس بال 1898، شايفين لما كان مؤتمر بازل في سويسرا، لأنه يهود ألمانيا ما بدهم كانوا، فراح عملوا في بازل في سويسرا. القدس كيف كان شكلها آنذاك؟ قدس مدينة كوزموبوليتان، يعني كيف هلأ بتحكوا عن برلين وعن لندن، هيك كانت القدس وقتها، مدينة فيها كل الأعراق وكل الإثنيات، ومدينة حيوية ومدينة ثقافية وحضارية، فيها قدر عالي من المدنية. فيروز بتقول الصهيونية كفكرة استعمارية بتشمل تيارات دينية وتيارات علمانية، صحيح؟ هي مش تيار واحد، ويظل الهدف هو الأساسي إلغاء الوجود الفلسطيني. مش بس إلغاء الوجود الفلسطيني، هو تطهير فلسطين من أهلها وإبقاء الأرض والسيطرة على هاي الأرض، وجعل هذا المكان قوي اقتصاديا وعسكريا بحيث يستخدم الإرهاب تجاه كل المنطقة اللي حوله. طيب 1901، هذه وثيقة شوفوا فيها رسالة هيرتزل لا يهود الصهاينة في أمريكا، كتب لهم رسالة. طبعاً كانت اللغة التخاطب بإيش؟ بالألمانية. بس شوفوا ترويسة الرسالة، تاريخ 25/11/1901، شو مكتوب؟ مكتوب إيرتس يزرائيل بالإنجليزي وبالعبراني، إيرتس يزرائيل. ها؟ فكل اللي بيقولوا لكم إنه هذا الاسم ظهر فجأة وظهر بال 48 مش صحيح. تذكروا 1898 مؤتمر بلاكستون بأمريكا، وتذكروا 1901 رسالة هيرتزل. فهم إيرتس إسرائيل هاي موجودة باستمرار، بدهم يعملوا هذه الأرض بهذا الاسم وبهذا الشكل.
جابر عنده سؤال بيقول: هل الصهاينة اليهود هم أداة بإيد الاستعمار، ولا الغرب هو أداة بإيد الصهاينة؟ شوف يا جبر، نتفق على شغلة: الصهاينة المسيحيين خلقوا الصهاينة اليهود، وبالتالي الغرب الاستعماري المسيحي خلق الصهيونية، ومش ممكن إنه يكون الصهيونية صارت هي اللي بتحرك كل هذا الغرب الاستعماري، مستحيل. ولكن الآن في في مصالح مشتركة بين هدول الأشياء، بس ما تقتنع إنه اللوبي الصهيوني هو اللي بيحرك أمريكا. لا لا لا، اللوبي الصهيوني هو جزء من المنظومة الاستعمارية الأمريكية، هو جزء منها، تمام؟ وبالتالي كلمة أداة هي تول، وبنفس الوقت هي جزء أساسي يعني. وعشان هيك، عشان إحنا ننجح في المستقبل في إن إحنا نحقق الحق، لازم يكون عندنا كمان تبادل مصالح مع الجهات اللي بتقدر إنها هي تدعمنا. السؤال الأهم: بعد تجربة قيام الكيان، من استفاد من من؟ هل اليهود استفادوا من الغرب أم العكس؟ التنين، التنين يا محمود. الغرب الاستعماري استفاد إنه مين اللي قال لي إنه من طنجة بتدرس في طنجة أو بدرس في طنجة؟ هل بيقدر هذا الشخص اللي في طنجة يحمل نفسه بسيارة ويوصل لدمشق بسيارته حاليا؟ لا يستطيع. لماذا؟ لأنه في جسم استعماري إحلالي صهيوني موجود في هذا المكان، فأكيد الغرب استفاد من فرقة أسود، هذا الشعار التقليدي للاستعمار. وبنفس الوقت الصهاينة استفادوا مالياً واقتصادياً بشكل كبير جداً، إنه هم إجوا على هاي المنطقة الجميلة جداً واستعمروها، واستخدموا الإرهاب للاستمرار في استعمارها. هاي الرسالة كانت من هيرتزل ليهود صهاينة أمريكا، بقنعهم بأهمية إنهم يشتغلوا أمريكا من أجل الصهيونية 1901. كان طبعاً هيرتزل يبعث رسائل لكل الناس. هذا المؤتمر الصهيوني السادس 1903. ليش مهم هذا المؤتمر؟ لأنه هذا المؤتمر بدوا يفكروا فيه فلسطين ولا مش فلسطين. سامية بتسألنا إيرتس شو معناها؟ إيرتس معناها أرض بالعبراني. 1903، بتعرفوا إنه بالمؤتمر الصهيوني الأول اللي حضره ويليام هيرتشل الألماني المسيحي، كان ممنوع النساء يشاركوا في المؤتمر، ممنوع لأنه النساء بيفهموش في السياسة. شوي شوي بالمؤتمر هذا السادس كانوا موجودين. ف 1903 في هذيك الفترة كان في تصريح بلفور روسي، بمعنى إنه وزير داخلية روسيا القيصرية بعت، اللي هو فون بليفيه، بعت لهيرتزل رسالة قال له في النص فيها، راح أقرأ لكم: تستطيع الصهيونية أن تعتمد على تأييد معنوي ومادي من روسيا. بيقول له بالنص: إننا لا نريد التخلص من جميع اليهود الروس، وإنما نريد فقط التخلص من المعدمين والمضطربين. في هذا الوقت نفسه كان آرثر بلفور رئيس وزراء بريطانيا، وكان يفكر بمشروع توطين لليهود، خاصة اليهود اللي جايين من روسيا ومن شرق أوروبا، بدهم يجوا على بريطانيا، ما بده إياهم في بريطانيا. آرثر بلفور نفسه في خطابه في البرلمان البريطاني كان لا سامي ضد اليهود، يقول هدول اليهود بيسكنوا لحالهم، بتزوجوش إلا من بعض، بضلوا قاعدين لحالهم بتجمعاتهم، إحنا ما بدنا إياهم يجون الفقراء هدول تبعون يهود روسيا ويهود شرق أوروبا على بريطانيا، فخلينا نوطنهم في 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 مشروع توطين كينيا اللي هو غينيا يعني. ها، في فبالتالي ما كانش النقاش بس فلسطين، كان مرات في نقاش لأماكن أخرى. المهم كان عندهم فكرة أساسية اللي هي التخلص من اليهود المعدمين، هذا كانت فكرة مهمة لهذا بالضبط. كان رفض كامل 1903 في خطابه آرثر بلفور نفسه وجود اليهود الفقراء. اليهود الأغنياء أهلا وسهلا فيهم في بريطانيا، بس الفقراء لا، ما بده إياهم. ففكروا بالأرجنتين وفكروا بكينيا، كان في مشروع كبير لبريطانيا اسمه مشروع توطين اليهود في كينيا. عشان هيك هذا المؤتمر مهم. هاي آثر بلفور، متذكرين صورته وهو كبير؟ هاي صورته لما عمل قانون الغرباء، اقترح في البرلمان قانون الغرباء اللي هو قانون ما بده فيه اليهود تبعون روسيا ييجوا على بريطانيا. في هذاك الوقت ظهر حيم وايزمان، وحيم وايزمان كان من روسيا البيضاء، كان دكتور بالكيمياء 1904،
وإجا على بريطانيا، وبعد عدة سنوات 1910 أخذ الجنسية البريطانية، والتقى مع آرثر بلفور بهذيك الفترة، يعني 1903 1904 قعدوا مع بعض. واللي صار مش أول رئيس وزراء لإسرائيل، وإنما أول رئيس دولة بال 1948، واللي هو رئيس الحركة الصهيونية صار بال 1917. يعني بعد تصريح بلفور، حييم ويزمان صار يرأس الحركة الصهيونية. في هذاك الوقت درس طبعا بألمانيا، وجاب دكتوراه من سويسرا، وجاي يدرس في جامعة مانشستر بشمال بريطانيا. وما حدش كان يتوقع في هذيك الفترة أنه راح يصير واحد من أبرز قادة الصهاينة في هذاك الوقت. ما في كتير كتب تاريخ تحكي عن إنه هو اخترع مادة كيميائية مهمة كتير كانت للحرب العالمية الأولى، وإنه عشان هيك بريطانيا دعمت الصهيونية. هذا كله حكي فاضي، وفنده وقال إنه هذا كلياته مش صحيح الدكتور عبد الوهاب المسيري في كتبه. بايزمان فعلاً تبنى سياسة الصهيونية التوفيقية، وهذا يعني إنه هو جمع الأطراف المختلفة وحاول إنه يحتال على الجميع. ليش برز هو؟ لأنه بال 1904 توفى هرتزل، فهو هرتزل ما استمرش كتير، فما ضلش على الساحة السياسية موجود فترة طويلة، وعشان هيك حييم وايزمان طلع بالضبط. وبدو وايزمان زار فلسطين، راح بال 1907 على فلسطين أول مرة، يعني كان يحكي عن فلسطين قبل ما يشوفها. أسس بفلسطين اسمه شركة تطوير أرض فلسطين. شركة تطوير أرض فلسطين هي شركة صهيونية بالكامل. الصهيونية هي احنا اتفقنا ان هي زي فكرة زي حزب. بس تسأل خديجة انه شو يعني الصهيونية التوفيقية، يعني كان في مشارب كتير للصهيونية وافكار كتير. في ناس صهاينة كانوا داعمين مشروع توطين كينيا، في ناس صهاينة كانوا عندهم افكار مختلفة، صهيونية سياسية، صهيونية عملية. إجا حييم ويزمان جمع الاطراف المختلفة هاي باختصار، تمام؟ بس إذا مهتمة يا خديجة ارجعي للجزء السادس من موسوعة المسيري، فيها تفصيل التفصيل عن الصهيونية. زار فلسطين أثناء الحكم العثماني 1907، أسس إشي اسمه شركة تطوير أرض فلسطين. كانوا يستخدموا كلمة فلسطين، ما كانوا يستخدموا طبعاً كلمة إسرائيل آنذاك، لأنه هاي هي فلسطين. وشوي شوي من 1882 لل 1907 لعين ما راح حييم ويزمان، كان في حوالي 20,000 صهيوني يهودي، معظمهم من شرق أوروبا واليمن، استوطنوا في حوالي 30 مستوطنة، تمام؟ وكمان ما تنسوا أنه الحركة الصهيونية لمعت كتير حييم ويزمان على حساب غيره. يعني تاريخيا في ناس زي سوكولو مثلا كان مهم بالحركة الصهيونية، همشته كتب الحركة الصهيونية نفسها، لأنه بينهم خلافات داخلية كمان. هلا في سؤال عروة بتقولنا، أو عروة بيقولنا إنه هل في كان متابعة من الدولة العثمانية لتطور الأحداث هاي؟ هلا شوفوا، السلطان عبد الحميد توجهوا له، هرتزل نفسه حاول يوصل للسلطان عبد الحميد عن طريق الامبراطور الالماني على اساس انه يمكنوا الصهاينه اكثر من فلسطين، ورفض ذلك. لكن الدوله العثمانيه نفسها كان فيها كثير تهلهل، وكانت شخصيه مريضه، وكان في يعني ولاه عثمانيين وضباط ياخذوا رشاوي وياخذوا فساد ويدخلوا يعني مستوطنين يهود وإلى آخره، وأراضي تطلع من الأرستقراطية العربية ومن الأتراك إلى أيدي اليهود، والاتحاد والترقي، كل هاي القصة، تمام؟ وايزمان كان أساسي في إنه وثق العلاقة بين الحركة الصهيونية وبريطانيا، بمعنى إنه كان في فرنسا مهتمة تكون أساسية في الاستعمار من أجل فلسطين، عندها نفس الأهداف. ألمانيا مهتمة، روسيا مهتمة، بس يعني مرات الواحد بيقول في أشياء قدرية، القدر أدى إنه بريطانيا هي اللي تكون. في كتير أسباب، يعني في إرث قديم تاريخي إنه حتى السياسيين البريطانيين كانوا الأكثر تهيؤاً لقبول فكرة دعم الصهيونية عسكرياً، إنهم هم يتحملوا هذا الإرث. عشان هيك في أول اجتماع للحكومة البريطانية بعد إعلان الحرب على الدولة العثمانية، اللي هو نوفمبر 1914، 10 سنين بعد هذا الحكي اللي هو الحرب العالمية الأولى، دعموا فكرة الصهيونية. هذا كان أساسي. طيب تل أبيب إمتى تأسست؟ 1909.
طبعا ما تصدقوا هذه قصة تل الربيع، ما فيش منه هذا الحكي، تمام؟ 1909 بدأ تأسيس تل أبيب كعاصمة للصهيونية، تأسست بهذا الهدف، مش تأسست كإشي عبثي أبدا. جزء طبعا من 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 يافا، على ضواحي يافا أنشأوا تل أبيب. ما بعرف يا زهور ليش أصلا إحنا في زهور تسأل ليش في المدارس علمونا أشياء بشكل خاطئ، يمكن ما كانوا يعرفوا، وكثير من المدارس والجامعات لا تدرس شيئا عن فلسطين، وحتى الفلسطينيين أنفسهم لا يعرفون الكثير عن فلسطين، فما في إشي اسمه تل الربيع، انسوا هذا الموضوع. هل يافا كمدينة مهمة جدا، يافا البحر، حيفا البحر، هذا مهم، على ضواحيها من تأسست شوي شوي، كبرت بالتدريج مدينة حديثة، أسست كمدينة حديثة اسمها تل أبيب بهدف صهيوني، نعم بهدف صهيوني، مش بهدف تجاري ولا بهدف اجتماعي. متذكرين لما حكينا أن التطهير العرقي لم يبدأ عام 48، هو بدأ عملياً 1911. كيف؟ كان في عائلة سرسق، هي عائلة ارستقراطية لبنانية معروفة، هذه العائلة كانت تملك أراضي في منطقة مرجب عامر، والظاهرة على الشاشة قدامكم، وقد باع هدول الارستقراطيين، ما كانوش عايشين بفلسطين، كانوا يشغلوا فلاحين فلسطينيين بالأراضي تبعتهم وياخدوا المنتوج تبعها والربح تبعها. باعوا للحركة الصهيونية الأراضي تبعتهم، والحركة الصهيونية فوراً طردت 60,000 فلاح فلسطيني من هاي الأراضي، وجابت المستوطنين اليهود اللي بدها إياهم من شرق أوروبا ومن اليمن لحتى يشتغلوا في هاي الأراضي ويصيروا هم الفلاحين، بمعنى اللي بيسموه العمل العبري، اللي هو عبرنة العمل، يعني شراء الأراضي، طرد السكان اللي هم مش مالكين لهذه الأرض، وإنما هم على مدى مئات السنين كانوا يفلحون هذه الأراضي. وهل كانوا عائلة سرسق يعرفوا إنه هاي الحركة الصهيونية هيك هدفها؟ في question mark كبيرة على هاي القصة، هل كانوا يعرفوا ولا لا؟ في كل الأحوال، هل الحركة الصهيونية اشترت من بعض العرب الآخرين ومن بعض الأتراك ومن بعض الفلسطينيين؟ نعم، الحركة الصهيونية كانت عبارة عن شركة تطوير أراضي فلسطين، اسمها تروح تشتري أراضي زي ما الفلسطينيين بيروحوا بيشتروا أراضي، بس الحركة الصهيونية كانت مش تشتري الأرض وتخلي العمال اللي فيها والفلاحين يشتغلوا فيها، وإنما كانت مباشرة شو تعمل؟ تعمل تطهير عرقي. ومن هنا، من بداية 1911، عندما انتبه الفلسطينيين إنه هدول مش جايين بهدف اقتصادي، يعني بس يستثمروا وياخدوا الأموال من هذه الأراضي، يعني المستثمر اللي بيجي بيكون هدفه أنا بدي أشتري مصنع، بخلي العمال في المصنع وبشغل المصنع وبستفيد منه. طب ليش الحركة الصهيونية عم تطرد هدول الناس؟ ها؟ اللي باعوا يا سمر لا يزيدوا عن 1-2%، وما كانوا يعرفوا أصلاً أن الحركة الصهيونية حركة استعمارية إحلالية استيطانية. بس لما بدت الأراضي هاي تنشر ويطردوا اللي فيها، بدوا المثقفين الفلسطينيين انتبهوا. مثلاً نجيب نصار، صحفي مهم، 1909 و1911 صار يكتب في صحيفة الكرمل، يقول يا جماعة في إشي غلط، هدول الناس جايين بهدف إحنا استعماري إحلالي، في إشي مش مزبوط عم بصير. ليش هم عم يعملوا تطهير عرقي مباشر؟ صحيح بكميات محدودة، بس ليش هيك عم بصير؟ وشوي شوي رح نشوف كيف بنوا الجامعة العبرية، بس هذا 1925. وبالتالي يا خديجة، لو إنه هلأ في هذا مهم إنه نحكي فيه، مهم جدا قبل البريك تبعنا، خديجة شو بتقولنا؟ بتقولنا إنه في فكرة انتشرت بين الناس إنه الفلسطينيين هم اللي باعوا أرضهم. رزان تسأل عن اسم الصحفي، اسم الصحفي نجيب نصار، مهم جدا، وزوجته ساتج بهائي، ورح يمروا معك يا رزان بالمكرم. خديجة بتقول هذه الفكرة، فإحنا كيف بدنا نرد على هذا الشيء توثيقيا وتاريخيا؟ إنه بدت الحركة الصهيونية تحاول تشتري أراضي من إمتى؟ من 1840، وشوي شوي 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 شروا شوية أراضي. بعدين إجا الاستعمار البريطاني، الانتداب البريطاني، مكنهم من الأراضي المشاع وأراضي الدولة، أرض فاضية ما لها صاحب، أرض للدولة دغري مباشرة، الانتداب البريطاني يعطيهم إياها لحتى يبنوا فيها مستوطنات. ورغم إنه من 1840 إلى 1948 بقوة السلاح 70,000 جندي بريطاني وإعطائهم أراضي المشاع وكل محاولات البيع،
ما قدرت الحركة الصهيونية تسيطر على أكثر من 5% من مساحة أرض فلسطين التاريخية، ولذلك لم يكن أمام الحركة الصهيونية إلا التطهير العرقي من أجل سرقة الأرض. بمعنى أنه لو الحركة الصهيونية نجحت في الشراء كان ما عملت التطهير العرقي بهذا الشكل، ما هي بدها تسيطر على 80% من مساحة فلسطين على الأقل اللي سيطرت عليه بال48، وتطرد مليون شخص من شان تسرق الأراضي تبعتهم وبيوتهم لأنه عملية الشراء فشلت. فبالتالي بالأول بصيروا مثلا بتكتبوا لي في كتب التاريخ أحيانا فلان الفلاني عائلته عميلة لأنهم هم باعوا أراضي للحركة الصهيونية 1920، ما كانوش هدول يعرفوا، ما كانوا يعرفوا أن الحركة الصهيونية هيك أهدافها. ففيروز بتقول ما في مبرر تبيع الأرض لعنصر غريب عن الأرض، لا في 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 ألمان كانوا يجي يشتروا، في كل جنسيات العالم كانوا يجي يشتروا. هلأ أنت في أي دولة بيجي شخص بده يشتري أرض بده يشتري بيت بتقول له لا ممنوع؟ بده يجي مستثمر بده يستثمر بالبلد، أهلا وسهلا، بالعكس الدولة بترحب إنه تيجي. هاي الأراضي اشتروها من أصحابها ودفعوا ثمنها، وأخذوا من الانتداب البريطاني ماله الأراضي المشاع وأراضي الدولة. مين كان سياسيا موجود في هذه الفترة؟ طبعا الدولة العثمانية أكيد، وهي حقود موثقة بالمحاكم العثمانية صحيح، وفي كمان أشياء بالسر عملوها. يعني مثلا يروح القنصل البريطاني على الضابط العثماني يقول له أنا بدي هاي الأرض إلنا إحنا البريطانيين، يشتريها أو يعطيها، يروح البريطاني يعطيها للحركة الصهيونية. فهمتوا الطريق الملتوي؟ شوي شوي الفلسطينيين انتبهوا شوي شوي، وبعدين بالعشرينات والثلاثينات جرموا البيع وحرموه، قالوا ما بصير لازم تنتبه لمين بتبيعوا. لليوم بتتذكروا قضايا بيع البيوت في القدس، لليوم الحركة الصهيونية بتحاول تشتري. لكن 1948 لم يستطيعوا تحصيل أكثر من 5% من مساحة فلسطين، وهذا يعني إنه عملية البيع هاي فشلت، مشروع الشراء والبيع فشل، وعشان هيك التطهير العرقي كان حل ليس له، يعني ليس له شيء آخر، ما مش حل اضطراري يا منار، ولكن كان بعد سنة كاملة من 47 48 كانوا يناقشوا هل في طريقة تانية غير إنه نطرد هدول الناس؟ ما في طريقة، فبدهم يطردوها. البيع كان بطرق غير شرعية واحتلالية أحياناً، وكان بطرق شرعية أحياناً يا سعاد، وما زال تسريب العقارات موجود بتقولكم زهور، طبعاً أكيد يعني هذه الأشياء موجودة. إحنا حالياً نعم في عنا إيش بث حي ومباشر لهذه المحاضرة. بسم الله الرحمن الرحيم، نرجعنا بعد البريك. بدنا نحكي عن شخصية جديدة مهمة لفهم المشروع الصهيوني، هي هربرت سومائل. هربرت سومائل هو أول وزير بريطاني يهودي صهيوني بلا حقيبة في حكومة الحرب في بريطانيا في الحرب العالمية الأولى بال1917 زي ما أنتم شايفينه هون. هو يهودي بريطاني صهيوني قبل ما يصير مندوب سامي لبريطانيا، وبال1915 قبل سنتين من ما يصير وزير، أول ما صار وزير بلا حقيبة 1915 عمل وثيقة سماها مستقبل فلسطين. مستقبل فلسطين The Future of Palestine هي عبارة عن تقريباً 6 صفحات بيحكي فيها بالضبط الخطة البريطانية كيف لازم بريطانيا تحتل فلسطين بعد الحرب العالمية الأولى. وثم 1915 كتب هاي الوثيقة، كانت سرية بس للحكومة الحرب، يعني بداية الحرب 1914-1915 كتب الوثيقة وأعطاهم إياها، فيها خطة كاملة تماماً كيف يمكن وضع 4 مليون يهودي صهيوني في فلسطين، وإنه مش ممكن إنه الصهيونية تستلم حالياً فلسطين، وإنه لازم يصير في احتلال بريطاني، ولازم يسهلوا بناء المستوطنات والهجرة للخزان البشري، وإنه شوي شوي ممكن تصير فلسطين صهيونية. فهربرت سومائل كان أساسي في هاي العملية، ولم يكن غريباً إنه الشخص اللي عمل وثيقة مستقبل فلسطين السرية هو الذي يعين 1920 في موقع أول مندوب سامي بريطاني في فلسطين. وإيش يعني مندوب سامي؟ يعني حاكم لفلسطين، يعني هو الحاكم المدني والعسكري لفلسطين. في عندنا سؤال من علي بيقول ممكن نشرح كيف البيع بيتم بطريقة شرعية وفقا لقوانين مطبقة بتلك المنطقة، هل يتم البيع؟ ماشي علي، ما تقلقوا كتير بموضوع البيع،
في كتير كتب وناس قلقانين بموضوع البيع. البيع لو إنه مهم في العملية كلياتها كان قدروا إنهم يحصلوا 20%، 30%، 40% من مساحة فلسطين التاريخية. ما حصلوا في أكثر من 100 سنة، من 1840 لل 1948، يعني في 108 سنين من محاولات الشراء وتمكين الانتداب البريطاني لهم من أراضي المشاع وأراضي الدولة، وهاي النسبة الأكبر، مش النسبة الأكبر هي البيع، لم يستطيعوا أن يحصلوا أكثر من 5% من مساحة فلسطين التاريخية. بينما بعد التطهير العرقي سيطرت الحركة الصهيونية على 80% من مساحة فلسطين التاريخية، وبقي فقط 20% ما عرف لاحقا باسم منطقتين منفصلتين من فلسطين التاريخية، اللي هي شرق فلسطين اللي سموها الضفة الغربية، واللي هي مساحة صغيرة جدا من غرب فلسطين عند الشاطئ اسمها قطاع غزة. تمام؟ فالبيع هو إشي مش محوري في قصتنا، اتفقنا؟ ولكن الحركة الصهيونية حاولوا بالشراء، وحاولوا بالتطهير العرقي، وحاولوا بكل الوسائل لحتى يوصلوا لهدفهم. هلأ هربرت سموئيل التقى مع حييم وايزمان لأول مرة، إمتى؟ في 1914. هربرت سموئيل اللي هو الوزير البريطاني اليهودي الصهيوني يلتقي مع حييم وايزمان، وهو كان من قيادات الحركة الصهيونية لكن لم يكن رئيس الحركة الصهيونية آنذاك. التقى معه في مكتبه. كان آنذاك هربرت سموئيل رئيس مجلس التجارة البريطانية، يعني زي التريد يونيون تبعه. وفي أول لقاء بينهم سموئيل أوضح لحييم وايزمان إنه بريطانيا مستعدة تعمل على المساعدة في تأسيس كيان صهيوني في فلسطين. وبعد الاجتماع كتب سموئيل في مذكراته إنه وجد إنه حييم وايزمان كان طموحه متواضع. هذا النص اللي استخدمه، يعني إنه حييم وايزمان كان مش شايف البيك بيكتشر، الفيجن، الرؤية تبعت إيش راح يصير. كان طموحه جدا متواضع بالنسبة للسياسة البريطانية، شو كانت بدها إنهم فعلا يحطوا 4 مليون يهودي صهيوني في فلسطين. يعني مشروع استندت أفكاره لأفكار بريطانية سياسية متراكمة من أكثر من 80 سنة قبل حييم وايزمان، وبدأ نشرها في الصحف والمجلات والكتب من 1839-1840. تمام؟ وبالتالي كان مين وقتها رئيس يعني عشان تفهموا الجو، الصوت متقطع، مين الصوت عنده واضح؟ شباب صبايا واضح الأمور؟ تمام. فإذا يا جبر، أول ما يطلع عندكم الصوت والصورة تنقطع، اطلعوا وادخلوا من المنصة، إن شاء الله بتمشي الأمور بسبب الضغط اللي عم بصير على زوم. هلأ عشان تشوفوا الجو العام، شوفوا هاي الصورة اللي هو لويد جورج رئيس الوزراء في بريطانيا اللي كان موجود مع هربرت سموئيل مع حييم وايزمان. يعني هم هاي الأجواء، هم زي أصدقاء، هم زي حفلة، يعني قاعدين مع سوا. هذا اللقاء طبعا هذا اللقاء بعرفش بأي سنة بالضبط هاي الصورة، بس هاي في الفترة اللي هم في الحرب، يعني خلال من 1914 ل 1917 هذه الصورة. فأنت بتحكي عن حلو يا عزيز بقولنا مجموعة أشرار. هم مش بس مجموعة أشرار، هم يعني بينهم علاقات اجتماعية وجانج، يعني هم عصابة واحدة. هلأ خلينا شوية نركز على مارك سايكس. مارك سايكس هو جزء من هاي العصابة، تمام؟ مارك سايكس طبعاً انتو حافظينه، اللي هو تبع سايكس بيكو اللي هي هيها خارطة سايكس بيكو. ما بدنا نشرحها من الصفر، القصة انتو فاهمينها. هي توزيع للمنطقة كلياتها، هاي المنطقة تبعتنا، بلاد الشام والعراق والأناضول، اللي بين الاستعمار البريطاني والفرنسي والروسي. وطبعا كانت هاي سرية تماما، بس انكشفت بسبب انهيار روسيا القيصرية وانكشفت القصة. هلأ كتير مرات في كتب التاريخ بيقولوا لك انه طبقت اتفاقية سايكس بيكو، هذا غير صحيح.
إذا بتلاقوا في الاتفاقية الأصلية السرية اللي أنتوا شايفينها هنا، منطقة الشمال فلسطين، نص فلسطين الفوقاني اللي هو هذا كانوا يسموه جند فلسطين، شايفينه ملون باللون البني أو البرتقالي، مكتوب عليها International Sphere. شايفين في عندكم French Sphere، British Sphere، Italian Sphere و Russian Sphere، ولكن في منطقة واحدة هي منطقة دولية اللي هي منطقة المنطقة الدولية اللي هي شمال فلسطين، ما عدا منطقة عكا اللي هي مناطق القدس ويافا وإلى آخره، كلها هاي كانت لازم تكون مناطق دولية، لكن اتفاقية ساكس-بيكو لم تطبق لأنه بريطانيا والحركة الصهيونية وجدت أنه لو فلسطين ظلت دولية لن يسمح ذلك بأنها تصير هي الكيان الصهيوني، وبالتالي تم بعدين إعادة تقسيم المنطقة، وفلسطين التاريخية بالشكل اللي أنتم حافظينه وقعت كلها تحت الانتداب البريطاني. تمام؟ فالسايكس بيكو كمبدأ، مبدأ تقسيم الدول والمناطق تحت الاحتلالات كمبدأ حصل، ولكن الحدود اللي رسمت والطريقة اللي انوضعت وإنه فلسطين ما كانت دولية وإنها كانت تحت الانتداب البريطاني بموافقة من إيطاليا وفرنسا وأمريكا واليابان آنذاك، الدول اللي كانت مهمة في هذاك الوقت، هو اللي حصل لاحقا. مارك سايكس نفسه، هذا اللي أنتم شايفينه مارك سايكس، هو كان جزء من صندوق استكشاف فلسطين، يعني هو بعرف فلسطين كتير منيح، مش إجا رسم هاي الخارطة. كمان في بعض كتب التاريخ بيقولوا لكم وإنه رسموا هذا بالقلم وبدون ما يعرفوا شو اللي برسموه، مش صحيح طبعا، أو إنه رسم على الرمال المنطقة وهيك طلعت، لا لا لا، هدول جغرافيين رحالة سياسيين استعماريين، كان هو يجي جزء من صندوق استكشاف فلسطين، كان يجي بال 1890 و 1900 ويدرس فلسطين يعني وسوريا ولبنان والأردن وكل هاي المناطق، يدرسوها ويشوفوا بالضبط وين رح يحطوا الحدود تبعتهم. فهاي الصناديق كانت ظاهرها جغرافي وباطنها سياسي استعماري. في نفس الفترة 1917 ناحوم سوكولو اللي هو واحد من قيادات الصهيونية المهمة كان يسمي مارك سايكس، كان يسميه هبة السماء للصهيونية. ليش؟ لأنه لويد جورج اللي هو رئيس الوزراء البريطاني آنذاك وكل مارك سايكس بملف الصهيونية. مين اللي كان الفوكال بوينت، يعني صلة الوصل بين الحركة الصهيونية ووزراء الحرب ووزارة الحرب البريطانية؟ كان مارك سايكس، ما كانش هربرت سماء اللي هو صلة الوصل الحقيقية، كان مارك سايكس هو صلة الوصل الحقيقية. عشان هيك لازم نفهم اتفاقية سايكس بيكو في ظل فكرة المشروع الصهيوني، وإنه مارك سايكس هو اللي أخذ ناحوم سوكولو وجال فيه في أوروبا من أجل يعني جذب وشحذ الموافقات الأوروبية على تصريح بلفور البريطاني. يعني بريطانيا ما كانت بدها تبين وكأنها هي عاملة تصريح بلفور البريطاني بس لمصالحها، بدها تجمع معاها الفرنسيين والإيطاليين ويكونوا كلهم موافقين على الفكرة. مين اللي راح على الجولة الأوروبية؟ ما كانش حي مؤزمان، وإنما كان ناحوم سوكولو، كان هو القيادة الصهيوني اللي أخده مارك سايكس معاه في الجولة، ومارك سايكس هو اللي فتح له الأبواب، ولا هو ناحوم سوكولو من وين بدهم يفتحوا له الأبواب؟ وزارة الخارجية الفرنسية والفاتيكان بإيطاليا. أخذوا مارك سايكس وراحوا في جولة 1917، إحنا عم نحكي عن 1917، والتقوا مع الفاتيكان وأخذوا موافقة الفاتيكان على نص وروح تصريح بلفور. يمكن مش النص كلمة كلمة، لأن النص مر على مدى سنتين من الدرافتينج، من الكتابة. تصريح بلفور أنتوا عارفين هو عبارة عن 67 كلمة كله على بعضه، 67 كلمة فقط، يعني نصف صفحة. هذا التصريح مر بمراحل من الصياغة على مدى عامين، شارك في صياغته عشرات السياسيين البريطانيين والصهاينة الأوروبيين والأمريكيين، يعني كل الناس اشتغلت في الصياغة تبعته، ونعرض بنسخ مختلفة على الفاتيكان، وأخذوا موافقة على روح التصريح. أهم إشي شو يعني هذا التصريح؟ ليش إحنا بنقول كلمة وعد خطأ يعني شائع؟ لأنه ما في كلمة بروميس، هو بلفور ديكلاريشن، تصريح بلفور، وما يسموش وعد، وما فيش في ما إلوش في الحقيقة أي صيغة قانونية
إطلاقاً، عشان هيك بدنا نشوف شو عملوا بعدين عشان يعملوا من هالورقة إشي، عشان يعملوا من هالورقة اللي هي ملهاش قيمة قانونية شيء يعني. وين أخذوا كمان؟ أخذوا على فرنسا، أخذوا التقوا مع وزير الخارجية الفرنسي، والتقوا كمان مع مسؤول الحكومة يعني الميدل إيست، المستشار تبع وزارة الخارجية الفرنسية. بدي أقرأ لكم شو النص اللي في فرنسا صار. طلع هلا الدبلوماسي الفرنسي شو دخل الفاتيكان؟ جبر بسأل. كان لازم يعطوا موافقة الفاتيكان بسبب إنها فلسطين هي فيها كتير من الكنائس والمقامات، المسيح فلسطيني ولد في فلسطين وأثر الحج المسيحي في فلسطين مهم جدا، وكان لازم يقنعوا الفاتيكان إنه الصهيونية ما راح تكون حجر عثرة في الحج المسيحي وفي هاي الأمور، تمام؟ فبالتالي مارك سايكس رتب لسوكولو يلتقي برئيس الوزراء الفرنسي ألكسندر ريبوت ومستشار رئيس القسم السياسي في وزارة الخارجية الفرنسية الدبلوماسي جولز كامبون. كامبون في النهاية اللي أنتوا شايفينها هلأ على الشاشة هي رسالة كامبون لسوكولو، وإحنا بنسميها دايماً اللي هي رسالة كامبون، هاي اللي هي طلعها جولز كامبون الدبلوماسي الفرنسي للقيادة الصهيونية نحوم سوكولو بتاريخ 4/6/1917، احنا بنسميها التصريح البلفوري الفرنسي. ايش النص تبعها؟ طبعا بالفرنسي بترجمكم انا بالعربي. لقد قدمت بشكل جيد مشروعك الذي كرست جهودك له. انه هو عملهم زي بيتش، زي عرض سوكولو، هو بيقول لك قدمت بشكل جيد مشروعك، وهو بهدف تطوير استعمار يهودي في فلسطين مع تحقيق الظروف والسماح باستقلالية وحماية الأماكن المقدسة، وسيكون من العدل المساعدة مع الحلفاء، يعني بقوى الحلفاء، لاسترجاع وطن لليهود في الأرض التي أخرج منها شعب إسرائيل منذ قرون طويلة. وبالتالي فإن الحكومة الفرنسية والتي دخلت الحرب الحالية للدفاع عن شعبه هجم ظلما، والتي ما زالت تصارع لضمان النصر للحق فقوة، لا تستطيع إلا التعاطف مع قضيتكم، لذا يسعدني أن أقدم لك هذا التأكيد. فالفكرة، فكرة إنه سياسي يكتب لي صهيوني هذه الوثيقة، هذا يعني كثير من كتب التاريخ تهمش هذه الرسالة، تهمش هذه الرسالة باعتبار إنه وثيقة بلفور هي المهمة وليست وثيقة كامبون، مع إنه وثيقة بلفور ما كان ممكن تطلع بدون وثيقة كامبون. ثانياً عشان يلمع وايزمان على حساب سوكولو في الصراع الداخلي التاريخي. في كل الأحوال فرنسا وإيطاليا وافقت على روح التصريح، وأيضاً الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون. السياسي الفرنسي جهينة تسأل في النص، في الملف راح يكون عندكم يا جهينة، اللي كتب الرسالة هو مستشار رئيس القسم السياسي في وزارة الخارجية الفرنسية اللي هو اسمه جولز كامبون، تحت موافقة رئيس الوزراء الفرنسي آنذاك ألكسندر ريبوت، تمام؟ كله راح يكون عندكم. وجبر بيقولنا إنه هذه كانت مقدمة لمؤتمر باريس 1919، بس قبل مؤتمر باريس يا جبر 1917 هل كانت أمريكا على الخط؟ هل كانت فاهمة شو اللي عم بيصير؟ نعم، وودرو ويلسون الرئيس الأمريكي آنذاك اطلع على نص تصريح بلفور مرتين وأبرق بالموافقة في 17/10/1917 مباشرة ل وزارة الخارجية البريطانية، يعني إجت برقية بموافقة وودرو ويلسون عن النص الأخير لتصريح بلفور، واشترط أن تكون موافقته سرية، كشفت لاحقاً لما انكشفت الوثائق البريطانية، بس آنذاك 1917 ما كانوا الناس يعرفوا أن الرئيس الأمريكي وافق على النص واطلع عليه مرتين في أكتوبر 1917. طبعاً أنتوا حافظين أنه طلع ب 2/11/1917. في كتاب مهم للمهتمين واللي بيقرأوا بالإنجليزي اسمه From Palmerston to Balfour. بالمرستون اللي هو وزير الخارجية البريطاني بال 1840
إلى 1917 اللي هو بلفور. شو بيقول في الكتاب؟ بيقول اللي إحنا حكينا عن إنه كيف وزارة الخارجية البريطانية على مدى سنوات طويلة خططت لوجود الصهيونية، وبيقول المؤلف لو لم يجدوا الصهاينة اليهود لاخترعوهم. تمام؟ يعني كان لو ما وجدوهم كان اخترعوهم هم واخترعوا حدا يتحالفوا معه. حلو، زهور تسأل سؤال، أي سؤال بظهر أنا بكتبه قبل، بحقرأ لكم إياه قبل ما أجاوبه. مين كان حاكم فلسطين بفترة وثيقة 1917؟ هلأ رح أقول لكم لما دخل ألمبي على القدس بال 1917 مين اللي تعين الحاكم العسكري البريطاني لفلسطين، لأنه لذلك قصة لها دلالة. بس إحنا لسه بنحكي عن لسه التصريح بلفور عندما ظهر في 2/11/1917 لم تكن بريطانيا قد احتلت فلسطين عسكريا، لأنه ألمبي دخل القدس ب 9/12/1917. يعني لما طلعوا تصريح بلفور بكل الصياغات المختلفة، هاي ورقة حقيقية للصياغات كيف كانت تصاغ ورقة تصريح بلفور، ما كانتش بريطانيا قد احتلت هذا، كانت وصلت مصر لعلمكم، بس كانوا لسه ما وصلوش القدس، وصلوا من مصر عن طريق غزة ودخلوا القدس، ودخل راجلا القدس وقال هذا إحياء للحروب الصليبية وهذه هدية بريطانيا في أعياد الميلاد البريطانيين احتلال بريطانيا للقدس اللي هو 9/12/1917. مين الرسالة الشهيرة؟ تصريح بلفور 1917، شايفين بلفور متذكرين صورته، كتب الرسالة هو لمين؟ هو ما كتبها لحيم وايزمان اللي هو كان رئيس الحركة الصهيونية راح يصير بعدها عطول، وإنما كتبها للورد روتشيلد. مين روتشيلد هذا؟ هذا رئيس البريطانيين الصهاينة، يعني هو بريطاني صهيوني مهم، هو نفسه مش كتير مهم، أبوه كان المهم، هو أخذ إنه صار كأنه تابع يعني دوره مهم لأبوه. بس مهم نفهم إنه لورد روتشيلد بالأول كتب هو رسالة لبلفور، يعني في شهر 7/1917 روتشيلد هو اللي كتب أول رسالة لبلفور شرح له فيها رسالة رسمية. هاي ما بتنجاب سيرتها، بتنجاب سيرة إنه بلفور رد على روتشيلد، وكأنه بلفور هو اللي أول مرة كتب لروتشيلد، مش صحيح، روتشيلد هو اللي كتب لبلفور بالأول قال له إنه إحنا بدنا تتعاطفوا مع إيش؟ مع المشروع الصهيوني تبعنا. في عائلة روتشيلد هي بريطانية وفرنسية وألمانية مختلفة. تصريح بلفور الأساسي شايفينه هي هو تصريح بلفور كله على بعضه اللي هو من الفورن أوفيس من وزارة الخارجية، طلعوا على أول كلمات فيه. شو بقول له؟ بقول له Dear Lord Rothschild، عزيزي روتشيلد، I have much pleasure in conveying to you، لدي سعادة بالغة إني أنقل لك، on behalf of His Majesty's Government، باسم نيابة عن حكومة جلالة الملكة، the following declaration of sympathy، التصريح التعاطف التالي، with Jewish Zionist aspirations، مع أمان الصهيونية اليهودية، which has been submitted to and approved by the cabinet، اللي انتو قدمتوا لنا إياها لوزارة الحرب وافقت عليها وزارة الحرب. إذن هل هو التعاطف مع اليهود؟ إطلاقاً هو التعاطف مع أمان من؟ اليهود الصهاينة. تمام؟ فهذا التصريح لم يكن لليهود، وإنما كان لليهود الصهاينة، إنه إحنا مستعدين نساعد establishing in Palestine، وهذا اللي صار عليه كتير نقاشات في الصياغة، أن نؤسس في فلسطين A national home for the Jewish people، وطن قومي للشعب اليهودي، عشان ما يقولوا وين بفلسطين، قطعة صغيرة قطعة كبيرة، وقعدوا يشتغلوا مع الفلسطينيين ومع العرب ويقنعوهم. تصريح بلفور إحنا ما بنقصد نعطيهم كل فلسطين التاريخية أبدا أبدا، وهذا كله كذب، لأنه في الحفلات تبعتهم كانوا أوريدي يحكوا عن التطهير العرقي للفلسطينيين 1917، إنهم يطهروهم عرقيا للعراق، كان هذا مخطط موجود 1917 ويناقش بحفلات الكوكتيل تبعتهم. وكتب التاريخ أيضا تهمل رد روتشيلد، يعني مش ذاك بعت له ب 2/11/1917، ب 4/11/1917 روتشيلد رد عليه برسالة مليئة بالأكاذيب، بيقول له فيها إنه كل اليهود بدعموا الصهيونية، وهذا الكلام غير صحيح إطلاق. هل كان تصريح بلفور تصريحا سريا؟ ها خلص هاد، تفضل يا محمد احكي لي.
محمد بده يسأل، هل كان تصريح بلفور تصريح سري؟ لا، نشر في الجرائد بعد أسبوع منه، وكان العنوان العريض Palestine for the Jews، هذا الخبر اللي كان، ووصل إلى ونشر في الصحف الفلسطينية، يعني في صحيفة الكرمل عرفوا بالموضوع ونشروه وحذروا منه، وبدوا الناس آنذاك يفهموا إنه في إشي خطير عم بيصير، يعني اللي عم بيفكروا إنه في إشي خطير عم بيصير، لأنه أنتم بتحكوا 1909 عم بيطالبوا باللغة العبرية اللغة الرسمية بفلسطين، 1911 تطهير مرج ابن عامر، 1917 عم بيدخلوا البريطانيين. محمد بيسألنا كل هاي المعلومات يا محمد رح تلاقيها بوسيلتين، بثلاث وسائل، بوسيلة المحاضرة هاي مسجلة تستطيع إعادة سماعها، بوسيلة ملف صغير فيه تقريباً 10 صفحات كل المعلومات والأسماء وكل شيء بدقة، وهذا الملف متاح بالعربية والإنجليزية والفرنسية للي بده إياه، تصريحات البلفورية اسمه، وهذا ممثل بشكل بصري سمعي 7 دقائق أنيميشن اسمه التصريحات البلفورية، إضافة لسلسلة النكبة التي هي 4 ساعات وثائقية تحكي قصة فلسطين من 1799 لليوم. بعد خلال هذا الأسبوع قبل أن نلتقي في المحاضرة القادمة بدنا نحضر ساعة واحدة منها. بعد المحاضرة القادمة لازم نحضر 3 ساعات منها عشان نقدر نكمل في الدبرو. تمام؟ نعم؟ الأخ سامر سيرسل لكم كل الروابط وكل الملفات، ما تقلقوا. خلاص كانت انهار. بيسأل أبو جمال بيقول ما موقف الحكم العثماني من تصريح بلفور؟ الدولة العثمانية بتنهار، 1917 بريطانيا تحتل فلسطين والأردن والعراق ومصر محتلة أوريدي، وفرنسا تحتل سوريا ولبنان، انتهينا. لسه عبد الله بيقولنا عن فكرة انتقال الثقل الصهيوني من بريطانيا لأمريكا وأسبابه، لسه هذا بعدين 1942 رح نيجي له الأسبوع القادم. لسه ما انتقل الثقل الصهيوني من بريطانيا لأمريكا، لسه كان الثقل الصهيوني موجود في بريطانيا، انتقل من ألمانيا لبريطانيا. هلا في أمين بيسألنا ألم تكن حرب العرب على العثمانيين من أسباب المؤامرة الصهيونية الغربية؟ بلا شك يا أمين، إنه أنتوا حافظين كل القصص تبعت المخابرات البريطانية وشغلها في هذا الموضوع، أي استعمار في الدنيا هو هدفه فرق تسد، هذا إشي أكيد. تمام؟ وإحنا بنسمي، سامية بتسألنا بتقولنا هل بنسميه احتلال بريطانيا لفلسطين ولا انتداب بريطانيا لفلسطين؟ هو في الحقيقة استعمار واحتلال، هم بسموه انتداب على أساس قالوا إنه إحنا الدولة المنتدبة بندير بالنا عليكم، لأنه أنتم مش قادرين حاليا تديروا شؤونكم بأنفسكم، لعند ما تستعدوا تديروا شؤونكم بأنفسكم ثم نعطيكم الاستقلال كما حدث في العراق وسوريا ولبنان والأردن، ولكن هذا غير صحيح طبعا. يعني إن هم بيقولوا كأنها الدول النامية والدول هاي قاصرة إنها هي تدير شؤونها بأنفسها. في النهاية الانتداب البريطاني سلم فلسطين لمين؟ للصهاينة. هذا حنحكي فيه بعدين. خلينا نرجع للأسئلة، عم تسألوا أسئلة بسرعة. في حدا بيسأل إيش كانت ردة فعل الفلسطينيين لما انتشر تصريح بلفور في الصحف؟ قامت مظاهرات وقامت اعتصامات، وفي ناس كتير قالوا إيش هذا التصريح وكيف بدهم يجيبوها، ما دول أصلاً يا دوبهم 10% من السكان، كيف بدهم يعطوهم فلسطين؟ إحنا 90% هم 10%. 1917 كانوا اليهود الصهاينة مع اليهود اللي مش صهاينة 10%. ما مدى مصداقية الوثيقة المنشورة بموافقة بعض الحكام العرب على بلفور؟ شوف يا جبر، ستعود للجزء الأول من النكبة وتقرأ حول ذلك اللي هو 1919، لسه ما وصلنا شو هو. نكتفي بالفيديو وكذلك كتاب تاريخ فلسطين. أنو فيديو؟ بدنا نشوف النكبة الـ4 ساعات زائد التصريحات البلفورية يا يوسف زائد الملف الـ10 صفحات. أحمد صبحي بسألنا ليش الرئيس الأمريكي كان بده موافقته على التصريح تكون سرية؟ علشان ما، لأنه ما كانش واثق لسه إنها وين الأمور ماشية مع الحركة الصهيونية، كل إشي بيخلوه سري لعند ما ينتصروا في الأشياء بعدين بيكشفوها. أبو جمال بيقول الألمبي دخل القدس بشهر 12، يعني بعد إصدار وعد بلفور. شو قلنا؟ بعد تصريح بلفور. قبل شوي كنا بنحكي إنه الوعد تم إصداره، ما كانت بريطانيا بتحتل فلسطين، مين كان بحكمها بهاي الفترة؟ كانت تحت أواخر الدولة العثمانية، بس تقريبا في vacuum of control، يعني ما في power في المنطقة، ها؟ يعني كانت بريطانيا already احتلت جزء من فلسطين بس لسه ما وصلت القدس، بس كانوا متأكدين إنه رح يوصلوا، كانوا متأكدين إنه رح يحتلوا كل فلسطين التاريخية، ولا ما كان طلعوا تصريح بلفور.
عدد الجنود البريطانيين شوي شوي بفلسطين، عزيز بيسألنا قديش كان عددهم، شوي شوي صاروا 70,000 جندي بريطاني بس بفلسطين. بكل الدول العربية ما بعرف العدد يا عزيز، بحاول أشوف لك إياه بس ما بعرف يعني إذا بنقدر نوثقه بالضبط ولا لأ، بس في فلسطين وحدها كانوا 70,000 في الثلاثينات وحتى عام 48. يعني في حدا بيسأل يجب أن ندرك موقف يهود بريطانيا وغيرهم المعارضين للصهيونية. صحيح، ما حكينا إنه ضمن تصريح بلفور كان في يهود ضد الصهيونية وضد تصريح بلفور مهمين، وكتبوا رسائل لبريطانيا ضد الحركة الصهيونية. في حدا بيسأل لماذا اختيرت فلسطين بالذات وليس دولة أخرى؟ قلنا في عدة أسباب. في سبب جغرافي مهم جدا، في الوسط جاي بين المشرق، بين آسيا وإفريقيا، بين المشرق العربي والمغرب العربي، هذا سبب مهم جدا. يعني الطبيعة تبعتها، الأرض تبعتها إلى آخره. وأيضا إضافة لأنه قدروا يعملوا ربط يعني ديني توراتي معين بحيث إنه يقنعوا الناس إنه في علاقة بين اليهود الصهاينة وأجدادهم من 3,000 سنة وهذه الأرض، تمام؟ هل كانوا نسبتهم بال 1917 10%؟ نعم، 1917 كانوا 10% اليهود في فلسطين. هل في كان لحركة الاتحاد والترقي دور في تمكين الصهاينة في فلسطين؟ نعم، في دراسات في هذا الموضوع بس أنا ما تخصصت بهذا الموضوع بشكل كافي عشان أحكي لكم عنه. تمام، خلينا نكمل. لما ألمبي دخل القدس دخل معاه فيلق صهيوني مع الجيش البريطاني، فبالتالي هذا أول عسكرة للصهاينة ضمن الجيش البريطاني. يعني كان في فيلق صهيوني، صحيح كان صغير ولكن كان موجود، كان من ضمن الناس اللي فيه نحمية رابين، والده لإسحاق رابين. إسحاق رابين أنتم بتعرفوه، أبوه كان موجود مع الفيلق الصهيوني اللي دخل مع ألمبي القدس 1917. ألمبي لما دخل احتفوا فيه الصهاينة، في صهاينة فلسطين من وين، من إمتى؟ من 1882، صح، مع أول هجرة صهيونية منظمة، عم بيحيوا اللغة العبرية، عم بكتبوا، عم بيعملوا الدعوة، شايفين، دعوا هيك ألمبي عشان يفتتحوا شارع باسمه، يعني إنه تكريم إله، فدعوه وكتبوا الدعوة بالإنجليزي وبالعبراني. ففي سيستم عم بيصير، في مجتمع عم بتشكل، هي الفكرة. إحنا ليش بنحاول نوثق هذا؟ وصولاً لمؤتمر باريس 1919، قدمت الحركة الصهيونية 1919 هذه الخارطة بالتحديد حول المنطقة التي تريد أن تسيطر عليها، وطلعوا على الخارطة بشكل دقيق. الخارطة كانت بتمشي مرسومة حسب خط الحجاز الحديدي، فبالتالي هي أنا بسميها فلسطين ناصحة شوي. يعني فلسطين ناصحة شوي يعني مأخوذ شوية من شرق الأردن ووصولا إلى صيدا وصور، تمام؟ يعني شوي بعيدة عن بيروت بشوي، شوي بعيدة عن القريطرة مثلا، جزء كانت من القريطرة السورية، كانت جزء من خارطة فلسطين 1919 اللي بدها الحركة الصهيونية تسيطر عليها. هاي الخارطة الرسمية اللي قدمتها الحركة الصهيونية لمؤتمر باريس بحضور جميع الدول الاستعمارية الكبرى، إنه هاي المساحة اللي إحنا بدنا نعمل عليها الدولة الصهيونية، هاي المساحة اللي كانوا يفكروا فيها. بناءً على إيش بنوها؟ بناءً على خطوط القطار والجغرافيا وطبعاً مصادر المياه، وكانت تشمل كل هاي المناطق. فبالتالي أي كذب بعدين إنه يعني هم ما كانوا ناويين ياخدوا، هم كان بدهم مساحة صغيرة، كل هذا كذب. هاي الخارطة التي قدموها، وطبعاً يعني ضلوا يحاولوا ياخدوها باستمرار، ومن دون كل الناس. هربرت صموئيل هو الذي عين إيش؟ أول مندوب سامي بريطاني في فلسطين 1920. جميع مذكرات وأوراق ورسائل هربرت صموئيل أنا اطلعت عليها، وهي طبعاً ترفع الضغط، لا أنصح أحد يعني اللي يكون عنده مرارة ومعدة وضع جيد أن يطلع على هذه الوثائق الموجودة في الميدل إيست سنتر بأكسفورد يونيفرسيتي، في جامعة أكسفورد في بريطانيا. محمد بيسألنا عن الخارطة، خلينا نرجع لهنا. محمد بيقول تل أبيب موجودة بالخارطة؟ طبعا موجودة يا محمد. ليش؟ تل أبيب 1909، يعني 1919 صارها قديش؟ صارها فوق العشر سنين موجودة، فأكيد هي موجودة وكل الأشياء الثانية، تمام؟ هاي خارطة مهمة.
هلا هربط صمائل جميع مذكراته للي بحب متاحه للباحثين، موجوده public domain، يعني بتقدر تروح تطلع عليها في جامعه اكسفورد في بريطانيا، وهي جميع رسائله بينه وبين الينبي وبينه وبين مارك سايكس وحيم وايزمان وكل شيء. وكمان جبر بيسالنا عن اتفاق وايزمان فيصل، وهذا مذكور في النكبه الاولى ب 1919، مذكور هذا الاتفاق ولو انه ما تحققش بس انه مذكور. هلا 1920، هاي المعلومة لما اكتشفتها كتير دهشت فيها. في حدا سألني قال لي مين كان طب هيربرت صومايل إجا 1920؟ كل كتب التاريخ في حدا بيسأل سمر بتقول هل هي مترجمة هاي طبعا لا يا سمر، كلها باللغة الإنجليزية وبخط اليد تبعه، فبدل الواحد يدقق كباحث هيربرت صومايل يقعد يقرأ مذكراته بخط إيده حتى مش مطبوع. هلا ال 1920 ل 1917 ل 1920 مين اللي كان موجود بفلسطين؟ طيب الينبي دخل صح؟ لمين سلم فلسطين؟ سلم فلسطين للويس جين بورس، هذا كان من اللي خدمه في الجيش البريطاني، عسكري بريطاني خدم بالهند وكان ماخد زي نياشين وجوائز وإلى آخره. فلما إجا هربرت صومايل يستلم منه فلسطين الميجر جنرال لويس بولس، شايفين شو كتب له؟ كتب له ورقة قال له انت استلمت مني فلسطين كاملة، وقع انك استلمت مني فلسطين كاملة. ورفض بالاول هربرت صومايل يوقع على هاي الورقة، يعني سلم واستلم. ليش؟ لانه كان عارف انه لن يسلمها وحدة واحدة عندما يغادر، لانه هربرت صومايل حاطط في مخططه انه تاخذ الحركة الصهيونية اكبر مساحة ممكنة وتطرد الناس والى اخره. فبولس كان فاهم، بولس شو كان اصلا يقول لهربرت صومايل؟ يقول له غريب الحركة الصهيونية، ما كانش صهيوني، يعني لويس جين بولس ما كانش صهيوني، وكان بيقول له الحركة الصهيونية كل مرة احنا مثلا بنأسس دائرة المياه البريطانية في فلسطين، بيروح الحركة الصهيونية بيأسسوا دائرة مياه مقابل لنا، احنا بنأسس شركة كهرباء هم بيأسسوا شركة كهرباء، احنا بنأسس إدارة للتعليم هم بيأسسوا لحالهم إدارة للتعليم. فقال له بولس لا هربرت صومايل، هم شو عم بيعملوا هدول؟ عم بيعملوا دولة داخل الدولة. ما كانش فاهم انه هربرت صومايل نفسه جاي من شان يخلق دولة داخل الدولة، يجهز فلسطين للحركة الصهيونية. امين بسألنا مؤتمر باريس هو نفسه سان ريمو؟ لا، سان ريمو 1922 لسه ما اجاش. احمد بسأل بيقول الخارطة مكتوب عليها فلسطين، اي احمد، كانوا يسموها فلسطين لاخر لحظة ل 14/5/1948 قرروا يسموها اسرائيل. لكل الوقت كانوا يقولوا احنا بدنا نعملها جويش بالستاين، تمام؟ كانت دائما فلسطين، وحتى في من قيادات الحركة الصهيونية للخمسينات ظلوا يغلطوا بالحكي مع الإعلام ويقولوا فلسطين، مش متعودين على كلمة إسرائيل. كلمة إسرائيل ظهرت للعالم الدولي في 14/5/48. عدد الفلسطينيين سنة 48 كان نص مليون تقريبا يا أمين، 1917 كانوا الفلسطينيين نص مليون في فلسطين، 1948 صاروا حوالي المليون ونص. كان اسم إسرائيل موجود كاسم أرض وليس كاسم دولة يا أحمد، كاسم توراتي، كاسم الإسرائيليون، بس ما يستخدموه لأنه اسم فلسطين هو المعتمد في القواميس وفي في الأطالس وبكل الخرائط وكل شيء، حتى بريطانيا وكل الاستعمار كان يسميها إيش؟ فلسطين. السؤال المحير، هل يجوز الاعتداد بالوثائق أيام الانتداب البريطاني لإثبات الحق الفلسطيني مثل الجنية والجواز مع إنها وثائق انتداب؟ رح نيجي يا جبر لهذه الشغلة بشكل دقيق هلأ لما نستعرض مثل هذه الوثائق. شوفوا هربرت صومايل كان يجمع قيادات الدينية العرب وكله من إسلام ومسيحيين وإلى آخره. الجنرال ألينبي، جهينة بتسأل إنه ليش سلم، هو جنرال ألينبي هذا جنرال عسكري تسلم للشخص هذا، سلم لبولس وراح، وبعدين بولس سلم لهربرت صومايل. في حدا بيسأل ليش استغرب بولس من بناء دولة داخل الدولة؟ لأنه ما كانش الكل من السياسيين البريطانيين والعسكريين البريطانيين فاهمين إنه بريطانيا جاي تسلم للحركة الصهيونية، حتى البريطانيين نفسهم ما كانوش فاهمين السياسيين منهم، هم مش وحدة واحدة، مش كل السياسيين البريطانيين صهاينة، تمام؟ بولس هذا كان كتب له لا هربرت صومايل ولا وزارة الخارجية البريطانية رسائل يقول لهم إنه هدول الصهاينة عم بيعملوا أشياء مش لازم يعملوها، ليش هيك بيعملوا؟ تمام؟ مين هدول اللي ظاهرين على الشاشة؟
يا أمين، عدد اليهود الصهاينة 1917 10% من نص مليون فلسطيني. مين اللي ظاهرين على الشاشة؟ عزيز بقولنا هاشومير، صح يا عزيز؟ شو يعني هاشومير؟ أعطينا تعريف الهاشومير. شو يعني هاشومير؟ يعني حراس المستوطنات الصهيونية. أمين بيقول قديش العدد تاني مرة؟ نص مليون فلسطيني 1917 10% منهم يهود صهاينة. هدول يا محمد مش عرب أبداً، هدول صهاينة مستعمرين هاشومير اللي بدت الانتداب البريطاني بده يسلحهم، بده يعطيهم سلاح ويخترع فكرة إنه المستوطنات اليهودية الصهيونية لازم نحميها، بينما القرى العربية والمدن الفلسطينية العربية ما حدا بده يحميها لأنها مش بخطر، أما هدول أقلية يهود جايين فلازم يكون في حراس مستوطنات. مين بده يعطيهم سلاح؟ مين بده يدربهم على السلاح؟ البريطانيون. فهدول بال 1920 هاشومير حراس المستوطنات اللي صاروا بعدين الهجنة. بالضبط جبر عم بكتب لنا الهجنة إجت منهم. بالضبط. ليش لابسين زينا يا محمد؟ لأنهم كانوا ساكنين في فلسطين. إيش يلبسوا؟ هم في منهم عرب يهود من اليمن، في منهم من شرق أوروبا، في منهم من أوروبا نفسها. في النهاية هم في منهم الجيل بال 1920، في منهم صار إله من 1882 بفلسطين. يعني عد كم سنة، يعني تقريبا صار في الجيل الثاني على الأقل إذا مش الثالث. وكانوا يا محمد يلبسوا حطة عقال، وكانوا يركبوا فرسان، وكانوا يحكوا عربي، وكانوا يروحوا عند العرب ويشربوا عندهم قهوة عند الفلسطينيين، والفلسطينيين كانوا يستقبلوهم. بالضبط. أسماء بتقول لو شافتها الوهلة الأولى بتقول لك هدول ثوار عرب بحاربوا الاستعمار. تمام؟ هاي الوثيقة اللي بيسأل عنها جبر، بيقول لما إجا الانتداب البريطاني على فلسطين شو عمل هربرت صموئيل؟ أول إشي عمله إنه أول إشي عمله عمل 100 قانون في خلال 5 سنين، قعد 5 سنين بفلسطين. شو يعني مندوب سامي بريطاني؟ يعني حاكم لفلسطين. إجا من 1920 ل 1925، عمل 100 قانون عشان يمكن الصهيونية من فلسطين، من أهمها إقرار اللغة العبرية اللغة رسمية بفلسطين. إيش يعني؟ يعني مش بس بالوثائق وعلى جواز السفر وعلى الجنية وعلى كل شيء، بس بالمدارس. فصل مدارس الفلسطينيين العرب المسلمين والمسيحيين لحال، واليهود الصهاينة لحال، ما عمره كانوا يدرسوا سوا. هدول بدرسوا بالعربي مع إنجليزي، وهدول بدرسوا بالعبراني. ليش؟ لأنهم بدهم يبنوا دولة داخل الدولة. عملوا لهم لحالهم كل الأقسام لحالهم، أقروا اللغة العبرية اللغة رسمية. سامي عم تقولنا عن موضوع تاني، بتقولنا اليهود المغاربة ما كانوا في البداية بفلسطين. صحيح يا سامي. ليش؟ لأن الصهيونية بالأول ما كانت بدها العرب اليهود، إلا جابوا من اليمن شوية عشان العمالة بس، ما كانوا بدهم يهود العراق، يهود مصر، يهود المغرب، يهود سوريا ولبنان، ما كانوا بدهم إياهم. ليش؟ لأن هم بدهم يخلقوا نموذج غربي استعماري. كانوا يقولوا هذا العربي اليهودي ما بيشبهنا، ما بيشبه الأشكناز، ما بيشبه اليهود الغربيين. لكن لما شافوا أن يهود أوروبا ما رح يجوا حتى بعد 48 وصارت 1950 و1952 وما يجوا يهود أوروبا بالعدد الكافي، اضطروا اضطراراً أنهم يعملوا الموساد مؤامرات كبيرة طويلة عريضة وتفجيرات في الدول العربية وفي الكنائس، الكنيس اليهودي في المغرب وفي العراق، وشوي شوي يجيبوا اليهود العرب إلى فلسطين ويفهموهم أنه أنتم مش عرب، اللي هو يلغوا فكرة أنهم عرب. فصاروا مثلاً الصهاينة بكتبوا على الحيطان الموت للعرب، مع أنه نص 1950-1952 نص الصهاينة اللي كانوا موجودين في فلسطين كانوا يهود عرب. تمام؟ هلأ في منهم بيبحثوا عن جذورهم، هلأ في منهم بيفتشوا على إنه اللغة العربية ومين إحنا وليش يعملوا فينا، هلأ بكتبوا كتب بهذا الموضوع. وظلت معاملة اليهود العرب كطبقة ثانية، مش زي إيش اليهود الصهاينة الأوروبيين. طيب هذا بعدين، ما تنقلونا على مرحلة تاريخية متقدمة جدا جدا. إحنا هلأ في أي سنة؟ 1920 ل 1925. هذه الوثيقة شايفينها، كل الوثائق، شهادات الميلاد، رخصة، أي رخصة كانت تكتب بثلاث لغات، عربي، إنجليزي وعبراني.
يعني كان في 3 لغات رسمية. جبر بقولنا إنه القومية اليهودية هي بتقول عن حالها إنها هي قومية، يعني اليهود بيقولوا إحنا نيشن مع إنهم مدين مش نيشن. هذا 100% صحيح، ما هي مشكلة. الصهيونية عملت على هذا الشيء، طلعوا لي على كلمة government of Palestine، حكومة فلسطين، طلعوا لي عليها بالعبري. ليش بالإنجليزي؟ عشان الإنجليز موجودين عندنا، هم الحاكمين في فلسطين، هم المستعمرين، وكانوا بدهم كمان كل الفلسطينيين يصيروا موظفين ويعرفوا إنجليزي ويطلعوا للغة الإنجليزية إنها اللغة الأرقى وإلى آخره. واللغة المشتركة تكون بين الصهاينة والعرب في النهاية بدها تكون الإنجليزي، مع إنه كثير من الصهاينة كانوا يعرفوا عربي آنذاك. يعني قليل من الفلسطينيين كانوا يعرفوا عبراني، كثير قليل. مثلا نجيب نصار ليش كان واعي ويكتب بصحيفة الكرمل؟ لأنه كان يقرأ عبراني وكان يقرأ تركي وكان فاهم، فكان فاهم شو اللي عم بيصير. بس طلعوا لي على كلمة حكومة فلسطين بالعبراني، شايفينها؟ ممشي لفلسطينيت، بعديها في ألف وياء، شايفين في حرف الألف حرف الياء بتوين براكتس بين أقواس على الشاشة. إذا بتطلعوا في عندنا حكومة فلسطين بالعربي، مقابلها في بالعبراني ممشالة فلسطين، بينها بين أقواس ألف وياء. إيش هذه الألف والياء؟ هاي رمز للكلمتين اللي حكيناهم بال 1901 تبعون هرتزل، اللي هم إيش؟ إيرتس يزرائيل. يعني الانتداب البريطاني كان من البداية، بس ما بده يفهم الناس على المكشوف، لأنه فلسطينية 90%، اليهود الصهاينة 10%، ما بنفع. لسه لازم تصيروا كتار أكتر عشان يقدروا يسلحوهم ويدربوهم ويمكنوهم ويحطوا القوانين ويقدروا إنهم هم يعملوا دولة. لا بيقدروش 1920 و1925، فبس حطوا لهم دائما على كل الجنيه والجواز السفر وكذا جم مشيلة فلسطينية إيش في عنا؟ إيرتس إسرائيل. وهذا إشي رمزي طبعاً، بس إشي ممثل لكيف الحركة الصهيونية والانتداب البريطاني كان يفكر من البدايات قديش المساحة اللي بدهم إياها، لما هم بيعتبروا إيرتس إسرائيل هي كل فلسطين التاريخية. ولليوم الصهاينة بتعتبر هيك، وأي مناقشات إنه هم بدهم يتنازلوا في مفاوضات حكي فاضي، لأنه هم بدهم كل الأرض التاريخية تبعت فلسطين. طيب هذه اللافتة موجودة لليوم في القدس، لما كانوا يفتتحوا شارع جديد، افتتحوا شارع الملك جورج الخامس بالقدس. شو بقول لك؟ بقول لك تحت فخامة الهربرت صموئيل اللي هو المندوب السامي تبع فلسطين. محمد العملة بيسألنا سؤال عن هاي الوثيقة، هاي رخصة لشخص عشان يعمل محطة التقاط لاسلكي، لواحد يعني صهيوني، بس نفس الوثيقة كانت حتى لشهادات الميلاد للفلسطينيين وجوازات السفر. هلأ خلينا نشوف تبعت الشارع، أي شارع؟ هذه موجودة لليوم بالقدس، فيها بالعربي وفيها بالإنجليزي وفيها بالعبراني، ونفس الإشي إيرتس إسرائيل في كل مكان. تعرفوا ليش؟ لأنهم هم كانوا فاهمين أنهم لما يعملوا تطهير عرقي، وهذه اللافتات ما بدهم يهدوها بعدين، يعني ما بدهم أنه فجأة تطلع العبراني بعد 1948 وكأنها مقحمة على المكان، فلازم كانوا يأسسوا لها عمدة 30 سنة. راغب أن الششيبي كان هو رئيس بلدية القدس في ذاك الوقت بال 1924، هو كان رئيس البلدية، فطبعا فلسطيني. الفكرة هي أنه بدهم هاي اللافتات تضل وتكون موجودة، فكان لازم يأسسوا بشكل بطيء وبشكل منهجي بريطانيا للحركة الصهيونية أنها تكون موجودة وتكون جاهزة وتستلم كل شيء فيما بعد بهدوء، مش بشكل اعتباطي ولا بشكل ثوري، وإنما بشكل هادئ. حتى بالعبراني موجود أنه هو رئيس البلدية راغب الششيبي، وبالإنجليزي. طيب إحنا قلنا أنه تصريح بلفور كورقة ما إلها أي قيمة قانونية، عشان يعملوا لها قيمة قانونية دخلوها في صك الانتداب. صك الانتداب وهو صك وافقت عليه عصبة الأمم اللي كانت قبل هيئة الأمم، زيها بالضبط عصبة الأمم. عبد الله عم بسألنا سؤال كتير مهم عن النخبة العربية الفلسطينية أو المجتمع الفلسطيني في ذاك الوقت،
هذا رح نحكي عنه أكثر المحاضرة الجاي الأسبوع الجاي، بس اللي بدي أقول لكم إياه إنه كان في نخبة فلسطينية عربية كويسة من خليل السكاكيني اللي كان مشرف لغة عربية وأساسي في مواجهة هربرت صوائر وأمثاله، كانوا يعني بالعدد ما كانوش قد الحركة الصهيونية، لأنه الحركة الصهيونية هدول نخبة إمبراطوريات، هدول جايين من إمبراطوريات متقنة اللغة الإنجليزية قادرة على التفاعل في هذاك الوقت. إحنا كعدد الفلسطينيين اللي كانوا يتقنوا اللغات الأجنبية بالشكل اللازم وسياسيين في نفس الوقت قلال. بس خلينا ناخذ مثال نجيب نصار وساذج بهائي زوجته، كانوا عاملين صحيفه اسمها صحيفه الكرمل، كل اعدادها موجوده لليوم في الاي يو بي، موجوده بالجامعه الامريكيه ببيروت وموجوده بكثير محلات، بجامعه بيرسيت موجود نسخ منها، كان معهم موظف ثالث بالصحيفه، كانوا يكتبوا باستمرار وفاهمين، بس الناس اللي كانوا فعلا يتابعوا الى اخره كانوا اقل بكثير من الوضع الحالي. ومع هيك بريطانيا كانت تسجن ساذج بهائي زوجته، سجنتها على مدى سنة ونص في السجن. نجيب نصار سكروا له الصحيفة كذا مرة ليضلوا يشمعوا له إياها بالشمع الأحمر ويسكروها. خليل السكاكيني طبعا هو خليل السكاكيني من أفضل الناس اللي اشتغلوا عروبيا ومن أجل الحفاظ على اللغة العربية، وكان عام كان في مدرسة بالقدس يدرس فيها الناس، فهي كانت مواجهة مش سياسية مباشرة. هذا طبعا غير الثوار الثورات كلها اللي صارت، هلا رح نحكي عنها الأسبوع الجاي اللي هي ثورة 29 وثورة 36، بس هذا صار بعد هاي المرحلة، تمام؟ بعد ما الفلسطينيين بدوا يجمعوا حالهم ويفهموا انه في خطر محدق عم بصير فيهم. رؤى عم بتقول هل كان في وثائق رسميه للعرب او الفلسطينيين موجودين في فلسطين بذاك الوقت؟ طبعا كان في وثائق من المحاكم المدنيه، كان في وثائق البلديات، يعني هلا مثلا بلديه نابلس عاملين بحث تاريخي ممتاز جدا عم بيشتغلهم اياه الدكتور جوني منصور، 150 سنه لوثائقهم للبلدية. طبعا في وثائق رسمية موجودة في الوقت، كان في عرائض ترتفع لبريطانيا ولأمريكا وأشياء في الصحف تنتشر ويعارضوا فيها إيش اللي عم بصير، بس شوي شوي لفهموا. يعني خلينا نقول 1921 بداية بعض الناس اللي يطلعوا ضد المستعمرات اليهودية يعملوا شوية عمليات صغيرة. 1929 اللي كان في ثورة اللي هي ثورة البراق اللي هي ثورة مهمة، وفي مشروع مهم جدا اللي هو خزائن عم بيشير له سعد، خزائن عم بيجمع وثائق مهمة كتير تمام. طبعا في هويات وفي جوازات سفر يا رؤى بيطلعها الانتداب البريطاني اللي هو ضمن الانتداب البريطاني، بيطلع شهادة ميلاد للشخص، بيطلع له جواز سفر. الحركة الصهيونية خلينا نركز شو عملت بريطانيا عشان تسستم هذا الأمر. سستمته كيف؟ إنها هي عملت تصريح بالفور ضمن صك الانتداب. ماذا يعني صك الانتداب اللي وافقت عليه عصبة الأمم؟ بمعنى كل الدول الاستعمارية القوية في ذلك الوقت، وإحنا بنحكي عن فرنسا وإيطاليا واليابان أساسا وأمريكا فيما بعد، أقروا إنه دور بريطانيا هو تحويل فلسطين سياسيا وعسكريا واقتصاديا لوطن قومي للصهاينة. هذا دور الانتداب البريطاني، يعني هو موجود فقط لهذا الدور. وكانت بريطانيا ترفع تقارير سنوية لعصبة الأمم، هذا واحد من التقارير اسمه Great Britain and Zionism، سنوياً ترفع تقرير لعصبة الأمم تقولها شو عملت. يعني إحنا جبنا على فلسطين 10,000 صهيوني يهودي، أعطيناهم جوازات سفر فلسطينية، عملناهم فلسطينيين. أي جوازات سفر كانوا يعطوهم يا رؤى للمستعمرين الصهاينة اللي بيجوهم من أوروبا؟ جوازات سفر فلسطينية، وكانوا يسموها فلسطينيين ويزيدوهم على عدد الفلسطينيين بفلسطين، بس يسموهم بديانة اليهودية. فسنوياً يرفعوا تقارير لعصبة الأمم عن الهجرة، عن الأراضي اللي تسلمت للحركة الصهيونية، عن المستعمرات، عن التسليح، عن اليونيونز اللي كانوا يعملوا لهم إياهم زي الهستدروت مثلاً اللي هو نقابة العمال، عن الجامعة العبرية، عن اللغة العبرية إلى آخره. من هنا الصفية بتسأل جبر، بيقول جولدا مائير كان معها جواز انتداب. كلهم يا جبر، كلهم جن، أي واحد بوصل مستعمر يهودي صهيوني على المينا بحيفا، كانت معظم الهجرات تيجي عن طريق مينا حيفا مش عن طريق مينا يافا، كان على المينا يستلم جواز سفره البريطاني ويبدأ العد، يعد داخل السكان، تمام؟
عدد المثقفين يا صفية قليل في كل الدنيا، حتى هلأ بال2019 إحنا المثقفين قلال. مش هلأ الناس كلها بتحكي عن، يعني إحنا ما بدنا نلوم أجدادنا في هداك الوقت ونقول إنه هم كانوا مقصرين، ما إحنا حاليا يعني بشكل ما مقصرين. يعني هلأ مش كل الناس بتحكي عن صفقة القرن، عدد الناس اللي فاهمين وبيشتغلوا منيح وإلى آخره قلة قليلة دائما، تمام؟ بس إحنا هاي القلة القليلة بدنا إياها تعرف كيف تدير الإشي بطريقة احترافية، في هذاك الوقت لم تكن تديرها، حتى في هذا الوقت لم تكن، يعني لم يكونوا بشكل عام قد المسؤولية. المهم 1925 تم افتتاح الجامعة العبرية في القدس. ماذا يعني ذلك؟ يعني إنه يبدوا يدرسوا بالعبراني على مستوى الجامعة. حتى وقتها في وفود عربية حضرت الافتتاح من مصر ومن العراق، ما كانوش فاهمين. يعني أينشتاين سعد بيقولنا إنه رفض طبعاً يجي على الجامعة العبرية وقتها، لعلمكم، ما قبل يجي. مين افتتح؟ في سؤال عندنا من إسلام، هل جوازات السفر التي تعطى كانت الصهاينة كان يكتب عليها حكومة فلسطين أم الانتداب البريطاني؟ كان يكتب عليها حكومة فلسطين تحت الانتداب بالضبط. يا شايف الورقة هاي؟ Government of Palestine، هيك مكتوب عليها حكومة فلسطين. بس مين بصدر هاي الوثيقة؟ مين بصدر جواز السفر هذا؟ الانتداب البريطاني، تمام؟ عربات سمو الجورج. طيب طلعوا مين اللي افتتح في الجامعة العبرية؟ مين اللي حكى؟ هربرت صموئيل طبعاً. هربرت صموئيل آخر سنة إله قبل ما يغادر فلسطين، قعد 5 سنين، عمل 100 قانون، لليوم هاي القوانين تطبق، لليوم 2019 لليوم تطبق. طبعاً أسست قبل 48، كيف يعني في 48 هاي النتيجة النهائية؟ الجامعة العبرية أسست 1925، بدهم يبنوا كوادر ويبنوا مؤسسات وقسم للفيزياء وقسم للهندسة وقسم للطب واللغات. أصلاً الجامعة العبرية مكتبتها هي اللي سرقت جميع الكتب الفلسطينية من بيوت المثقفين الفلسطينيين. يعني نجيب نصار كتبه وخليل السكاكيني ونجيب عزوري، وين كتبهم موجودة؟ موجودة في الجامعة العبرية لليوم كتابة خليل السكاكيني اسمه على كتبه موجود، وكيف كان يعمل النوتس تبعته والكتب هاي موجودة، لأنه ففرح بتسألنا كيف صار تصريح بلفور رسمي؟ صار مش رسمي يا فرح، صار قانوني بأنه تحول إلى جزء من صك الانتداب الذي وافقت عليه عصبة الأمم، وعصبة الأمم يعني كأنها الأمم المتحدة آنذاك. وبالتالي كان هدف الانتداب البريطاني حسب ما أقرت عصبة الأمم 1922 أثناء ما كان هربرت صموئيل فلسطين، هو أن يتم تحويل فلسطين، إن وظيفة الانتداب البريطاني تحويل فلسطين عسكرياً وسياسياً واقتصادياً إلى الصهيونية. وبالتالي صار قانوني، صار جزء من صك الانتداب، وله لحاله كورقة ما إلى قيمة لليوم. سؤال عند رؤى، كيف بدري عليه بس بالسياق وقت النكبة لما طلع أجدادنا كان معهم هاي الوثائق أو إلها قيمة حتى لو موجودة؟ ما فهمت سؤالك يا رؤى، بس هذه بتثبت إنه إحنا موجودين على الأرض. لما واحد مولود بصفد وعنده شهادة ميلاد بصفد، يعني كان موجود، يعني في شعب، يعني هاي وثائق مهمة طبعاً لازم نحفظ فيها. طابو الأرض تبعته بصفد مسجلة، شهادة المدرسة تبعته بصفد موجودة، طبعاً هاي وثائق مهمة بغض النظر عن مين كان، سواء كانت وثيقة عثمانية ولا وثيقة استعمار بريطاني ولا وثيقة هلأ. كيف يمكن أن يكون احتلال أرض وحتى لو بموافقة عصبة الأمم قانوني؟ يعني مش قانون، مش أخلاقي طبعاً ولا إلى حق، بس أنا بقول كيف تحولوا لصيغة قانونية، يعني بمعنى إلها، يعني يمكن بالمحاكم الدولية إنه ينحكم هاي الوثائق. يعني رسالة آثر بلفور إلى اللورد روتشيلد ليس لها أي قيمة قانونية. إيش يعني الرسالة هاي راحت؟ بس لما صارت ضمن عصبة الأمم، ضمن صك الانتداب، صارت كأنها كيف قرار مجلس الأمن. هلأ هل قرارات مجلس الأمن كلها صحيحة وأخلاقية وسليمة؟ طبعا لا، ونفس الإشي هذا الكلام، بس هذا كلمة legal. إيش معنى legal؟ يعني في الانترناشنال لو، بالقانون الدولي، وهذا لسه القانون الدولي عليه نقاش طويل عريض إذا هو أصلا أخلاقي وكويس ولا لا. في ناس رفضوا بناء الجامعة الفلسطينية، كان طلبهم يرفض ببناء جامعة قبل العبرية، صحيح؟
صحيح يا سمر، كثير فلسطينيين حاولوا انهم يعملوا اشياء وبريطانيا كانت ترفض ذلك. شوف يا عزيز، في ناس حضروا من مصر ومن العراق في افتتاح الجامعة العبرية، ولكن هل هدول ناس عملاء؟ لا. هل هدول كانوا ناس فاهمين؟ بالعكس، كانوا يفكروا انه يعني ما كانوا فاهمين انه هاي الجامعة لها اهداف شريرة، وكانوا اصلا هم الصهاينة يقولوا لهم احنا بدنا نتعاون معكم، بدنا نتعاون مع جامعة القاهرة الى اخره. اظن، مش متأكدة، طه حسين حضر اظن بس ما كان فاهم. مين التاني هذا اللي القى كلمة؟ ضيف شرف جابوه غير هربت صموئيل، غير حيم وايزمان. مين شايفينه في الصورة؟ ولا وايزمان ولا لويد ولا صموئيل؟ بلفور بالضبط. جابوه، عملوا له جولة كمان بالمستعمرات، فرجوه انه انت من 1917 لليوم 1925 شو هو احنا الانجاز اللي عملناه. يعني احتفوا فيه احتفاء، كان ضيف شرف وكان كبير بالسن وقتها، تمام. واحتفلوا لما هربرت صموئيل خلص الخمس سنين تبعونه، عملوا احتفال طويل عريض في لندن احتفالا بالانجاز اللي عملوه لحد هلا. تمام، مين عنده أسئلة؟ هذه القرارات تثبت لكي يستعملوها في المستقبل لأغراض استيطانية، صحيح يا هادي، مزبوط. مين لحد هلا ضايع؟ الفترة هاي 1799 ل 1925 هاي فترة مهمة جدا. ليش؟ لأنه لولا الخمس سنين هدول 2025 تعرفوا مش شو يعني الحركات السرية، اشرحوا لي. أينشتاين يعني كان ضد الصهيوني، رفض إنه يجي. معنا كمان نص ساعة على الأسئلة يا محمد. عز الدين القسام إجا مبكرا على فلسطين بالعشرينات وكان له دور مهم، رح نحكي عنه المحاضرة الأسبوع القادم. اسم الشخص اللي ألقى الخطاب بعد صموئيل؟ بلفور، آرثر بلفور. أفرجيك إياه بعد ما كبر، أيوه آرثر بلفور يا خديجة، نفسه تبع بلفور 1917. دول عربية كانت تحت الاستعمار يا جهينة، كانت العراق والأردن ومصر، وكان في ثورات وكان في شهداء وكان في سجناء وكان في معتقلين وكان في يعني طرد، هذا ايش بنسميه، يعني انه نفي للناشطين من كل الدول العربية اي حدا بيعارض الاستعمار. الاعلام كان بس الصحافة المكتوبة، كان نسبة الأمية عالية طبعا، بس الصحافة المكتوبة كانت قوية وكان لها دور في هذاك الوقت. الفلسطينيون ما كانوا يدخلوا الجامعة العبرية أبداً بهذاك الوقت يا آية، أبداً أبداً، لأنه كانوا بدهم عبرنة الموضوع تماماً. يعني في سؤال، هل اعتمدت الصهيونية على روايات دينية يهودية واستطاعت تحويل الصراع إلى صراع ديني على شكل حرب مقدسة؟ يعني استغلت، ما بدنا نقول اعتمدت، استغلت الصهيونية الإرث الديني التوراتي، وحاولت إنها تصور الصراع إنه صراع بين المسلمين واليهود، وهذا غير صحيح. هو صراع على الأرض، هم عندهم صراع على الأرض. استغلوا كل إشي، استغلوا السياسة واستغلوا البعد الأخلاقي من الناحية السلبية واستغلوا الديني من أجل أهدافهم. بدوا المثقفين الفلسطينيين يا منار يحاولوا يعملوا إشي، وفعلا حاول، وهذا رح نحكي عنه الأسبوع الجاي، إيش عملوا بـ 29 وإيش عملوا بالثلاثينات، تمام؟ بدت المقاومة يا خديجة، المقاومة بكل المعاني تبعتها تبدأ بفلسطين 1921، 21 بدت بدايتها، بس في ثورتين كبار رح نحكي عنهم الأسبوع الجاي، 1929، 1936 ل 39، ثلاث سنين من الثورة المستمرة بفلسطين. من 36 ل 39 راح فيها 5000 شهيد، ما في ولا بيت في فلسطين ما كان فيه شهيد في الثورة الكبرى بفلسطين وقت الإضراب العام. دور العائلات المثقفة في القدس والصراع لهم دور كبير طبعا. يعني خلينا، عزيز بيقول حاليا الصهاينة يدعون لمصطلح يهودي الدولة، يعني كانوا مخططين لهذا من زمان، يستخدموه كمعتقد ديني وتم إخفاء. مش كمعتقد ديني يا عزيز، في كتير معظم الصهاينة أسسوا المشروع الصهيوني ولا كانوا أصلا يعني دينيين، كانوا لا دينيين وكانوا علمانيين وكانوا ولا مؤمنين بكل هذا الدين، بس استغلوا الدين لمصلحتهم، تمام؟ فبالتالي
فالفكرة هي لما يقولوا يهودية الدولة يعني إنها دولة خالصة لليهود، ماذا يعني ذلك؟ يعني إنه لا وجود للمسلمين والمسيحيين، لا وجود لأصحاب البلاد الأصليين، تمام؟ أي باحث يستطيع الاطلاع على وثائق الجامعة العبرية، طبعاً في وثائق سرية، يعني إحنا الوثائق الهجنة وثائق الصهيونية اللي نعرف عنها هي حوالي 10% بس المتاح لنا الاطلاع عليه، لكن في الجامعة العبرية في وثائق وكتب مهمة جداً جداً، والباحثين دائماً بيطلعوا عليها، الفلسطينيين وغير الفلسطينيين. هل كان ملاحظ التغيير الديموغرافي في ذلك الوقت؟ لا يا هادي، ما كانش ملاحظ، لأنه كان بطيء، اتصاعد بشكل كبير كبير بالثلاثينات، بس بالبدايات بالعشرينات كان بطيء جدا جدا، واصلا كان صعب يقنعوا اليهود انهم يجوا على فلسطين، تمام؟ الحركه الصهيونيه كان عندها صعوبات تقنعهم. مهم جدا كتاب ادوارد سعيد طبعا، عن كل كتب ادوارد سعيد مهمه، هو عنده كتاب مهم كثير عن تاريخ فلسطين، ورحمه الله، يعني الدكتور ادوارد سعيد كان وجه ثقافي فلسطيني حقيقي، هو الوحيد في أمريكا اللي كان بهذا المستوى في ذلك الوقت بالديبيتس ضد الحركة الصهيونية، يعني لما يجيبوا قدامه صهيوني كان يقدر إنه يحكي معهم بالطريقة الصح. إحنا إن شاء الله نوصل ضمن سفير فلسطين، نعمل ناس يخلفوا أدوارد سعيد بهذه اللغة وبهذه، لأنه كان في الأدب المقارن لغته كانت عالية جدا جدا باللغة الإنجليزية. عزيز بيقول الآن يريدون بناء ما يسمى الهيكل. مش من الآن يا عزيز، شو حكينا إحنا؟ مش حكينا إنه ويليام هيتشلر جاب هرتزل بال1894 ورجال هيكل في بيته، قال له هذا بدنا نبني لكم إياه. فهذا جزء، مش كلهم عندهم العقيدة الدينية طبعا أكيد يعني، وبناء الهيكل هو جزء ديني وجزء كمان جغرافي لإحلال، إنه إحنا السيطرة في المكان، جزء استعماري، تمام؟ إحلالي. ثورة البراق، الثورة الفلسطينية الكبرى، هذا كله رح نحكي عنه الأسبوع الجاي. متى المحاضرة؟ في نفس الموعد يوم السبت الساعة 7 المساء بتوقيت مكة المكرمة. هل قاوم العثمانيين دخول الانتداب؟ هذا كله حكينا عنه. اختراع الشعب اليهودي طبعا، شلومو كويس. هرتزل لم يقرأ التوراة ولا يعرف العبرية، صحيح؟ هرتزل كان يكتب بالألمانية، ما بنعرف إذا لم يقرأ التوراة، بس إنه ما كانش مؤمن بالتوراة في كتبه يعني. مجرد وجهة نظر. أحمد بقولنا مستعمرات عم تنبنى، هجرات، خلينا يعني نفهم صهيوني، ارتفاع عدد صهاينة، وعد بلفور، لسه أحمد بقولنا وعد، شو اتفقنا يا أحمد؟ تصريح بلفور، جامعة عبرانية، والعديد العديد. ولم يكن هناك معرفة للمستقبل من المثقفين العرب الذين حضروا افتتاح، لأنه يا أحمد ما كانوا يعرفوا اللي إحنا هلأ بنعرفه من الوثائق. يعني هل انت فكرك كان في جوجل ماب يشوفوا هاي المستعمرات وين عم تنبنى؟ هل كانوا يشوفوا الهجرات الصهيونيه؟ شوي شوي صاروا يفهموا. يعني كثير من الناس ما كانوا عارفين، حتى الفلسطينيين. ما بصير نحاكم الزمن هداك بالزمن التكنولوجي تبعنا، واحنا شو بنعرف من الوثائق السريه اللي انطرحت هلا ومن اللي صار بعدين؟ حط حالك محلهم. انت بتشكل 90% من السكان، والصهاينه بشكلوا 10% اليهود. هل ممكن تصدق إنه هم رح يعملوا تطهير عرقي ويطردوا 90% من السكان؟ بالمنطق يعني، طبعاً لا، وهيك الناس كان. هل يمكن وضع مرحلة الاضطهاد تعرض له اليهود غير الصهاينة في أوروبا وقطعها بالمؤامرة سيتم إغلاق كل الطرق أمامهم سوى فلسطين؟ نعم، صحيح. يعني اللاسامية اللي تعرض لها اليهود في أوروبا صحيحة، مش 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 كذب يعني، في كان لاسامية ضد اليهود، بينما اليهود العرب مثلا ما كانش أبدا العرب المسيحيين والمسلمين ضد اليهود في الوطن العرب. لاحقا لما بدنا نحكي عن الأربعينات، الهولوكوست وكل هذا أكيد ساعد في القصة. هل نقدر نثبت علاقة الصهيونية بالنازية بالهولوكوست؟ هذا فيها أبحاث كتير ومعقدة، والدخول فيها دخول في عش دبابير. يعني اللي إحنا بدنا نفهمه بالضبط بالضبط إنه كان في اضطهاد لليهود، وإحنا ما إحنا ضد اضطهاد أي عرق، أي دين، أي شخص عشان لونه جنسه نضطهده، هذا ما بصير إطلاق. ولكن ان تبرر انك انت ضحيه لاضطهاد اوروبي تيجي تستعمر فلسطين وتعمل تطهير عرقي لسكانها، هاي مشكله كبيره. فاحنا ما بدنا ننفي الاضطهاد، بس بدنا نقول انه يعني كلمه مؤامره، يعني هو لا شك انه كان في تآمر من عده جهات، والاستعمار الغربي
اشتغل عليها جيدا جدا. وفعلا هم في مرحلة من المراحل أقنعوا اليهود إنه ما في عندكم، خاصة يهود ألمانيا وخاصة بالثلاثينات والأربعينات وبعد الهولوكوست، بإنه ما في عندكم وسيلة إلا فلسطين. بس إنه ربط ذلك بالتطهير العرقي اللي حصل هو المأساة الحقيقية. آية بتقول: كم المعلومات والأحداث كبير، كيف نذاكر ونستوعب كل هذا؟ شوف، إحنا بدنا نحاول نهضم الأساسيات، نهضم الأساسيات، نفهم الأفكار المهمة، واللي شوي شوي نصير نقدر إن نعرف التفاصيل. أنا في هالمناسبة بدي أحكي شغلة دائما بحكيها أنا كل محاضرة لأكاديمية دراسات اللاجئين: أنا مش مؤرخة يا شباب ويا صبايا، أنا أصلا إعلامية، بس من كتر ما تخصصت بالمضمون اللي عن فلسطين صار لازم أدرس منيح منيح التاريخ. وأنا بشكر الدكتور محمد ياسر عمر في أكاديمية دراسات اللاجئين، لأنه هو في مرحلة مبكرة من حوالي 3 4 سنوات قال لي: روان، أنا بتياكي أنت تعطي تاريخ فلسطين. قلت له: دكتور، بس في كتير مؤرخين يعني فلسطينيين وعرب ممتازين بيقدروا يعطوا هذه المحاضرات، يعني يمكن أنا أعطيهم بالإعلام. قال لي: لا، أنا بتياكي أنت تعطي، لأنه أنا حابب طريقة القصة، كيف نعملها رواية نراتيف معين، سرد معين، بحيث إنها تكون معلومات تاريخية زائد نقدر نستوعبها، لأنها القصص فيها شوية معقد يعني. وأنا شاكرة له إنه كل مرة بيعطيني فرصة التطوع بهذا البرنامج، لأنه بيسعدني إني أتفاعل معكم. أمين بيسأل: أليس مصطلح الاستعمار مصطلح سلبي برأيك أستاذة؟ أليس استخراب؟ يعني عرفت، حرب المصطلحات هذا مشكلة. زي ما قلت لكم، colonization لحد هلا احسن شيء نستعمله هي حاليا الاستعمار، لعل ما تقنعوني بشيء ثاني، مش مقتنعه بشيء ثاني حاليا. اليس الصهاينه يقتحمون الاقصى من اجل تقسيمه ويريدون بناء الهيكل المزعوم؟ صحيح طبعا، الصهاينه يقتحمون الاقصى، بدهم التقسيم الزماني والمكاني، وبدهم بناء الهيكل المزعوم. هذا باستمرار باستمرار طبعا يا عزيز، احد اشكال التطهير العرقي للحجر والبشر. فتحي يكون له كتب رائعة. صحيح، هم يعتبروا أنها أرضهم بسبب نشأتهم الديانة اليهودية في فلسطين. يعني إحنا في نقاش طويل أين نشأت الديانة اليهودية أصلا، والديانات كلها كانت لها موطئ قدم في فلسطين، المسيحية واليهودية والإسلام. يعني الإسراء والمعراج هو من فلسطين، صح؟ اسم الجامعة منذ البداية بهذا الاسم، والعزم حضروا حضروا بنية صافية. شوفي أحمد، فحصنا الموضوع بشكل دقيق. الجامعة العبرية، اللغة العبرية لم تكن مذمة، حتى كلمة الصهيونية ما كانت معروفة أهدافها. في ناس كتير كانوا يفكروا أن الصهيونية هذا مش إشي سيء، شوي شوي اكتشفوا. هلأ لو راحوا حضروا منقول، بس مش وقتها. جوزيف مسعد: ديمومة المسألة الفلسطينية كتاب مهم. صحيح، أنا بنصح فيه. استغلال الدين من أجل إنهاء الدين الصحيح. صحيح. خلينا نشوف شو في أسئلة أخرى. شكرا يا عزيز، شكرا يا سمر. الغرب استغلوا هذا الاضطهاد ليتخلصوا من اليهود. صحيح 100%، هو لحد هلا. وبتعرفوا انه ترامب من الصهاينة المسيحيين طبعا، ها، هم في تحليل لترامب انه هو لا سامي ضد اليهود لليوم، رغم كل علاقاته الاستراتيجية مع نتنياهو وغيره. شوف يا محمد، عشان واحد يصير حاصل على الدبلوم تبع أكاديمية دراسات اللاجئين أو حاصل على لقب سفير فلسطين، بده يكون متعمق جيدا جيدا، يكون قادر على إنه أي واحد صهيوني يوقف قدامه، صهيوني عربي، أنتوا عارفين هلا في صهاينة مسلمين كمان الحمد لله طلعوا لنا، أي واحد يوقف قدامه، أي صحيفة، أي مجلة، أي صديق، أي محاضرة، يقدر إنه يعبر عن فلسطين بطريقة صحيحة، ساعتها يستحق اللقب بإذن الله. راجت مقولة بين الصهاينة في ذلك الوقت: العروس جميلة جدا لكنها متزوجة من رجل آخر، أو متزوجة بالفعل. صحيح، هذا لما هيرزل بعت 2 ماكس نوردو وصديقه يفحصوا فلسطين، قالوا له: العروس جميلة جدا ولكن متزوجة من شخص آخر، في شعب تاني، في ناس هنا قاعدين في هاي الأرض. فبالتالي هم كانوا فاهمين تماما إنه في ناس تانيين، كانوا فاهمين تماما إنه ما ممكن إلا بقوة السلاح. يعني 1920 كان واضح بالنسبة لدوائر الحركة الصهيونية والانتداب البريطاني إنه لا يمكن إلا بقوة السلاح وبكثير من الدم إنه يحولوا هاي لأرض للصهاينة. واستخدمت الأساطير لبناء خطاب سياسي. صحيح.
محمد بيسألنا هل الجامعة العبرية كانت أحد أهدافها استيطانية؟ طبعا طبعا، أحد أهدافها بناء أركان الدولة. الدولة بتنبنى بالجيش وبالتعليم وبالمؤسسات، مؤسسة صهيونية حتى الصميم. طبعا الجامعة العبرية وعندها أهداف بناء جيل كامل من الصهاينة المستوطنين. في حدا بيسألنا بيقول هل يجب حفظ جميع التواريخ والأحداث وأسماء الشخصيات؟ مش الجميع، بس يعني بدنا نكون مثلا عارفين انه 1882 اول هجرة صهيونية منظمة، بدنا نكون عارفين انه 1920 اجى هربرت صموئيل. اذا حدا قالنا مين ارثر بلفور، مين مارك سايكس، هل مارك سايكس هذا تبع سايكس بيكو ساعد في صياغة تصريح بلفور؟ نعم ساعد في صياغة تصريح بلفور. بدنا نكون فاهمين التشابكات، صح؟ يعني الناس في الشارع بقول لك سايكس بيكو، طب مين هذا مارك سايكس؟ هو هذا كان صهيوني، دعم الصهيونية، شو علاقته بالموضوع؟ يعني سايكس بيكو كان لها علاقة بأنه الصهاينة إجوا على فلسطين؟ أكيد. في حدا بيسأل إنه القوانين المية اللي سمق عملها، كتير قوانين، في عندكم قوانين لها علاقة بالأراضي، في قوانين لها علاقة بالقمع للفلسطينيين اللي بيعملوا أي أعمال ضد الصهيونية، في قوانين لها علاقة بالتعليم، التعليم مهم جدا، فصل التعليم، إنشاء الدوائر المختلفة، ها؟ يعني قوانين كان هو محضرهم تماماً هو والحركة الصهيونية. خديجة بتسأل عن أفلام تناقش القضية الفلسطينية، هلأ يا خديجة خلينا نركز على مشاهدة فيلم النكبة. وإذا أنت مهتمة بتقدري تدخلي على سفير فلسطين، عندنا قائمة طويلة من الأفلام اللي هذا، وأنتوا ضمن دبلوم الدراسات راح تحضروا كمان ثمن أوسلو ضمن اللي بتحضروه عن أوسلو. مرجع أجنبي موثوق يبحث في سبب اضطهاد اليهود في أوروبا، في كتير مراجع بس ببحث وبقولكم أنه واحد كويس يكون ومش معقد. نعم اليهود في الأصل من العرق السامي، هيك هم يدعون، فبالتالي معاداة السامية. أستاذة بخصوص الجامعة العبرية، ألم يكن مدير الجامعة في فترة الانتداب من أعداء الصهيونية كان يقول باستمرار الحركة الصهيونية أتت لتعلن الحرب بين العرب واليهود المتقدم؟ شوفوا كان في يهود ضد الصهيونية في داخل الكيان الصهيوني، مرات كانوا أساتذة، مرات كانوا رؤساء بلديات صغيرة، ولكن ما كان لهش يعني امباكت حقيقي زي اليوم، زي اليوم. يعني التغيير للحركة الصهيونية لن يكون من داخل المجتمع الإسرائيلي. إذا الرهان على إنه من داخل المجتمع الإسرائيلي بطلوا صهاينة، هذا رهان خاسر. يعني ما حجتهم في بناء دولة لهم؟ مش فهمتش. لم تكن الجامعة العبرية في ذلك الوقت تستقبل طلاب فلسطينيين. سؤال حلو، متى رفع أول علم صهيوني لأول مرة على أرض فلسطين؟ أول علم بفتح تكفى يعني 1890 تقريبا، بجيب لكم التاريخ بالضبط. يعني العلم الصهيوني اللي هلأ معروف اللي هو علم إسرائيل النجمة والخطين، هذا بال 1890 تقريبا. تمام، إذا الواجب راح أبعث لكم اللينكات اتفقنا عليها، ونلتقي الأسبوع القادم في نفس الموعد، بس بدنا نكون قرأنا في كتير عرب يهود معادين للصهيونية. طبعا كوهن هذا في المغرب من الأشخاص الممتازين، مرة استضفناه كمان، في يهود عرب مناهضين للصهيونية. هل الشباب وصبايا عشان ضل أصحاب بدنا نحضر النكبة الجزء الأول، بدنا نقرأ الملف تبع التصريحات البلفورية ونشوف 7 دقائق 8 دقائق تصريحات البلفورية، تمام، قبل ما نلتقي الأسبوع الجاي. والأسبوع الجاي منكمل هربرت صموئيل سافر، شو اللي صار بعد هربرت صموئيل لعين ما وصلنا لل 48، تمام؟ خديجة بتقول لنا في ناس طالبة ألمانية يهودية تعادي الصهيونية، ما بدنا تعادي اليهود، بدنا تعادي الصهيونية. التهجير والتطهير العرقي هو صلب المشروع، صحيح. بدأ 1911 في مرج بن عامر كمجموع كبير 60,000، وتبعها 1948 حوالي 700,000 إلى مليون فلسطيني. شكرا جزيلا للجميع، يعطيكم ألف ألف عافية، نلتقي على خير الأسبوع القادم. بس عشان نضل أصحاب بدنا نعمل الواجبات اللي علينا. يعطيكم ألف ألف عافية، نراكم على خير، شكرا جزيلا.